السلام عليكم، كل سنة طيبين. إن شاء الله محاضرة رائعة كالعادة مع أستاذنا الفاضل باشمهندس حسين القاضي. جزاكم الله كل خير، وربنا يتقبل منا ومنكم أستاذنا الفاضل، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وربنا يجعله علما ننتفع به إن شاء الله. إحنا جاهزين لو حضرتك حابب تبدأ بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم مهندس حسين القاضي في مجموعة اللقاءات بعنوان خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الحقيقة أعتقد ده اللقاء رقم 15 18 أعتقد، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول بالظبط ده اللقاء رقم بالظبط رقم 18. إن شاء الله هنتكلم فيه في موضوع في غاية الأهمية، اللي هو إدارة التغيير، تشينج مانجمنت أو مانجمنت تشينج. يعني الحقيقة في مفهوم يعني بتعتقد إن إدارة التغيير هو يعني إدارة التغييرات اللي بتحصل في المشروع وأنت شغال. لا، تشينج مانجمنت ده موضوع خالص. ده تشينج التشينج مانجمنت أو المانجنج تشينج ده موضوع يتعلق بالتغيير على وجه العموم في اي مشروع، في اي مؤسسه، في اي منظمه، في اي امم متحده، في اي حاجه، في اي شركه انترناشونال. فاحنا الموضوع النهارده مش طويل، زي ما كنت بتكلم مع الباشمهندس عمر جزاه الله خيرا يعني على المجهود اللي بيعمله، وعلى الحقيقه يعني مجهود لا ينسى، ربنا يبارك فيه وفي كل اللي بيديره بيم اريبيا. فاداره التغيير دي هنتكلم فيها عن اول حاجه. قبل ما نتكلم فيها انا بشكر الاستاذ الدكتور ثابت ادريس، انا ما اعرفش هو موجود او مش موجود او الكلام ده، لان هو اول واحد سمعته بيتكلم على التشنج مانجمنت في 99 2000 كده، يعني مش بعد 2000، من 99 2000. ده كان استاذ كبير في كليه التجاره في اسكندريه، وده اللي احنا بدانا نتعلم على دي. عشان بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف ان موضوع الاداره مش ما هواش لا علاقه له بالتخصص بتاعك. حد بيشتغل اداره وانت مهندس وانت محاسب وانت طبيب وانت يعني صيدلي، في اي شيء. تمام؟ ويعني تجارب الشخصيه يعني ان العلاقه الاداره لا علاقه لها بانت ايه يعني، او انت بتشتغل الفانكشن بتاعتك ايه. هنقول الاجنده بتاعتنا النهارده، اول حاجه الانترودكشن قدم، ثاني حاجه تصميم باي تشينج تشينج مانجمنت. هنتكلم يعني ايه تشينج مانجمنت، تشينج يعني خلاص. لان بيحصل دايما ايه الناس بتفتكر تشينج مانجمنت ده ان انا معايا بروجكت وحصل تغييرات في المشروع، سواء في التكلفه، سواء في الوقت، سواء في اي حاجه، وهو ده. لا، ده موضوع تاني، موضوع تاني. ده موضوع اصلي متعلق بالتشينجينج لاي حاجه، اي حاجه يعني، لغايه من اقل مستوى لاعلى مستوى من المنظمه، من التنظيمات او المنظمات. الكي فاكتس about change. الكي فاكتس about change اللي هي الحقائق الرئيسية للإدارة. في حقائق رئيسية لازم إيه هنتعرف عليها، الفاكتس الحقائق بتاعت الإدارة. طيب success of change، إزاي التشينج ينجح؟ ما هو انا مش خدت تشينج، او انا مش بتشينج يعني على مجرد التشينج ده، ما هو ده طيب. وبرضو هي التشينج دي ظاهره طبيعيه ربنا خلقها، وده سؤال انا سالته مره في اوائل المرات اللي انا بدات ادي هذه المحاضره في المملكه العربيه السعوديه الحبيبه العزيزه، بنحمل لها كل حب وكل بن 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 يعني ايه. قلت لهم احنا موجودين اهو، انا بتحدى اي مخلوق على وجه الارض يذكر لي حاجه ساكنه. مفيش. السكون ده نسبي، يعني انا دلوقتي انا قاعد على الطاوله على المكتب
وقاعد انا فاكر نفسي ان انا ساكن، لا كل جزء فيه شمس سنة من السنن اللي ربنا حطها في البشر عشان يعني ايه يبقى فيه تطور ويبقى فيه تحسين يبقى فيه، وهنا التغيير بيقول التغيير ده للأحسن. التغيير ده سنة من سنن الكون. الله يرحمه في الدكتور 30 سنة قال كلمة أعتقد دي موجود، قال لي لو إحنا لو في الناس اللي هتقف في مكانها التطور اللي هيحصل مستقبلا من 35 سنة، خلي بالك التطور خلي أكبر من المسافة اللي بين الإنسان والأرض. مش على الكلام ده وما حدش اعتقد ان اي حد او ان احنا فايه يعني ورقه شيء مانجمنت، وان شاء الله بعد ما نخلص بس شويه كده هكلمكم على اشهر رفض للتشنج مانجمنت وان بي دوله ودوله مشهوره جدا وسبب تاخرها لمده 30 سنه عن دوله ثانيه. هنتكلم الكلام ده بعد سكسس اوف تشنج، بعد كده النيد فور تشنج الاحتياج للتغيير. ما ينفعش يعني انا لو اتخرج من كليتي بمعلومات معينه وبامور معينه بقول خلاص ده انا بقيت يعني المعلم بقى اللي ما فيش مني، انا بحكم على نفسي بال 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 مش بال مش بال مش بالسؤول في المكان بالتخلف الشديد. اخذت مثلا اي بي ام اي او برنس 2 او 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 بي ام تي او اي حاجه وقلت لا ده انا خلاص ده انا بقيت معلم بقى. لو اخذت هذا الكلام وحط فيا شويه غرور ان انا يعني وصلت بقيت يعني حاجه يعني، فده ايه ده مش وقوف في المكان وقوف في المحل، ده تاخر لان عايز كتير جدا بتتقدم تكاد تكون كل ساعه دلوقتي مش كل يوم. فده نيد فور تشينج يعني احتياج. برضه في نقطه ثانيه عايز افتكر اقولها، ان لقائنا النهارده فيه فوكابولري كتير قوي عايز نركز مع بعض شويه وهنقول الترم بالانجلش از ات از وهنقول الترجمه بتاعته بالعربي، لان في حاجات كتير بتبقى يعني ايه مزيج من ده ومن ده. وبنصح ان يعني ان شاء الله بعد ما نخلص ده طبعا ونعرفها، لان دي هامه جدا 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 لاي واحد عايش او في اداره العقود او في الاسنش اللي هي المجالات الرئيسيه للايه؟ للتغيير. طيب responsibility for change، مين المسؤول عن التغيير؟ هنعرف مين مسؤول عن التغيير. ما فيش حد اسمه مش مسؤول عن التغيير في اي مؤسسه، واو يعني انا ببقى مسؤول عن التغيير اللي انا بعمله في حياتي. انا باخد لنفسي قرار معين بالنسبه لي وبالنسبه لحياتي ان انا ابقى كذا او اعمل كذا او ليا هدف كذا، لازم انا اعمل تغييرات في نفسي. ويعني ما حدش اعتقد ان هو يعني تاريخك يتجدد ويتجدد لاخر ما كان يعني يعني مثلا صغير يعني انا حاسس ان انا محتاج اقرا واتكلم واتعلم ونتعلم من احفادنا من اولادنا. احنا متخرجين من الجامعه كان سلايد رول ما كانش لسه كالكوليتور طلع. متخرجين انا لما كنا بعمل الماستر كنت بقعد في المكتبه بالعشر ساعات انقل بالورقه وبالقلم. لما طبعت ده صديق عزيز قال ده في ناس بقى عندها مكنه في القاهره
الورق تحط فيها الورق اللي تطبعه اللي هو موجود دلوقتي في الدنيا بحالها. يعني القصد ان في ايه؟ ان كل يوم في تغيير، في النهارده بنتكلم على حاجات كتيره قوي. مين مسؤول عن التغيير؟ انا عن نفسي او كل واحد فينا مسؤول عن التغيير بتاعه او بتاع اولاده او بتاع الانفايرمنت بتاعه، الاسره بتاعته، او لو هو بيشتغل في مكان هو المسؤول، هو مسؤول عن التغيير اللي في الايه؟ الاورجنايزيشن اللي هو فيه او في المكان اللي هو فيه. الريزنز تو تشينج، بغير ليه؟ أو التغيير مش مجرد التغيير. التغيير اللي هو ديمينج اللي هو اول واحد قاله، وده اول واحد اكتر واحد مشهور في الجوده، واول واحد طب ما حدش بيقول ساكن. انا هقولها له ان ديمينج ده هنتكلم عليه. يعني هو كان اول واحد يطالب، يعني قال لهم اتس تايم اوف نيو ريليجن. هنكمل بس نخلص الاجنده ونبتدي ندخل في مواضيع وايه، ولازم ان شاء الله نعمل حكايه. علشان ايه بقى؟ عشان انا برفض تماما ان اللي اتقال مثلا ايه؟ ده اصل احنا ما فيش فايده، ده اصل لا لا بالعكس. لان النهارده اصبح الامكانيات والريسورسز اللي بتشتغل على التغيير ما بقتش صعبه ولا بعيده عن اي حاجه خالص. يعني انت قاعد في بيتك، الكمبيوتر بتاعك بتدوس زراير بتطلع اي حاجه اللي انت عايزها. ديلينج وذ هتعامل ازاي مع التغيير بتاعك؟ Introduction: change is an inevitable process for competent organizations in order to adapt themselves to the changing environment. يعني التغيير دي process، يعني اجراءات مش عمليات، يعني عمليات بقول لكم خلي بالكم عشان ايه، كل دي عليها حاجه مهمه. يعني عمليات فور الكومبيتنس اللي هي الايه، الكفاءه او الجدار. يعني التشالنج يعني اجراء او عمليات اساسيه البيئه المتغيره. انا النهارده بشتغل في حته معينه بمكان بانفايرمنت معين بطريقه معينه، رحت في حته اعشي. يعني انا لما باجي اشتغل مثلا مع مثلا شركه لوكال من صورنا الحياه، واحد تشينج كان بي ديفايند از هول. الكلام اللي كنت بقوله يا رب بس يكون وصل للناس كلها، ان في تيرمز، الترم العربي بتاعها بالظبط، وبقوله مع التيرمز اللي موجوده، لانها الحقيقه غنيه. يعني البرزنتيشن ده غني بالايه؟ بالفوكابولاري وبالتيرمز اللي هي بتشتغل في الـ في في الـ في الـ في البروجكت مانجمنت او في الكونتراكت مانجمنت او هيلث كير. شيل كان بي ديفاند از هول از بلان بروسس فور ريزونبلي لونج تيرم بيريد اوف تايم ذات انفولفز اند بوليسيز ستراكشرز انديفيدوالز اند جروب بيهيفير تكنولوجي كلتشر بروسيدجر labor conditions and performance with the organization to be more compatible and adaptable with change in the environment. Organization needs change for survival, success and differentiation. يعني اي تنظيم محتاج التشينج عشان يعيش بنجاح وايه، ويبقى يعني متكامل او افضل او من الاخرين. يبقى نقول هنا التشينج ده يعرف على انه هو اللي هو بلان بروسيس. يعني ايه مخطط؟ يعني ايه بروسيس؟ زي ما قلنا عمليات مخططه لريزونبلي لونج تيرم بيريود اوف تايم، لمده زمنيه طويله، وبتشمل تخطيط بلان بولز والسياسات والتنظيمات الستراكشرز الهياكل والانديفيدوالز والافراد والمجموعات جروب بيهيفير اللي هو اللي احنا عليه الاورجنايزيشن. وده علم من العلوم الجميله جدا اللي احنا برضه
خدنا حاجات كتير حطيناها معايا من التيم بيلدينج والمانجنج يعني كل الحاجات اللي هي فيها بيرسونال فيها خاصه بالبيبل يعني. طيب تكنولوجي لازم يبقى برضه معاه تكنولوجي اهم من حاجه دلوقتي. الكالتشر نفسها لازم تتطور يبقى فيها تتغير، ما امسكش في حاجه اقول دي الكالتشر بتاعتي، لا البروسيدور اللي هي الاجراءات بروسيدور بقى يعني دايما الناس بين البروسيس والبروسيدورز بيبقى فيه البروسيدورز جواها بروسيسز. البروسيدور دي اللي هو البروسيدور اللي هو الاجراء جواه عمليات جواه البروسيسز. عشان كده بقول لكم حضراتكم هنا الفوكابولري حلو ويفيد جدا جدا، محتاج ان احنا نعرفه ونتعرف التيرم بتاع العربي ايه، ويساعدنا كتير جدا في ايه في قراياتنا وطلعاتنا وسماعنا لاي حد وسترن يعني. labor conditions and performance في الاورجنايزيشن ده كل ده، والبرفورمانس مع في مع البرفورمانس اللي هي ايه البرفورمانس اللي هي التعاملات بتاعتنا يعني with the organization to be more compatible، تبقى more compatible تبقى يعني متوافقة وadaptable اللي هي قابلة للتكلف، compatible متوافقة adaptable قابلة للتكلف with change in the environment، ان احنا نبقى متوافقين وقابلين للتغير مع الايه مع التغير في البيئة. Organization needs change for survival, success and differentiation. قلنا ان اي تنظيم محتاج لايه لهذا التغيير. طيب change is indeed the norm of most organizations. التغيير هو norms اللي هي يعني القواعد اللي هو لاغلب التنظيمات. The effective manager should be able to manage rather than simply reacting to it. المدير الفعلي الحقيقي مش ان هو يعني يرياكت يعني يبقى عنده ردود افعال التغيير، لا ده لازم يبقى قادر على ان يدير هذا التغيير، لازم يبقى على 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 على, على قدره ان هو يدير هذا التغيير، لان هو ايه هنشوف دلوقتي وهيبان لنا بعد كده الموضوع بالظبط. طيب management of change او change management is an integrated process of analyzing, planning, designing policies and procedures, directing and evaluating the desired changes in the organization. ده integrated يعني process متكامل، هي عمليات متكاملة. عمليات متكاملة. عبارة عن إيه بقى؟ Analyzing تحليل، Planning تخطيط، Designing تصميم. نخلي بالنا هنا المهندس بقى في الديزاين هيقول إيه؟ ديزاين يعني لو أنا مهندس إنشائي بتكلم على كاميرا وعمود وقواعد أو معماري هقول لك أنا هتكلم بقى على إيرياز وعلى ميكانيكا، لا. Designing للسيستمز. Policies and procedures يعني designing policies and procedures يعني تصميم السياسات والايه والاجراءات. Directing and evaluating the desired changes in the organization وتقييم يعني هنا بقى ايه اللي هو اداره ايه كل ده اداره الايه التغيير في المنظمه. The effective change should not occur randomly. ما فيش حاجه اسمها تغيير يحصل كده هبهزر يعني يلا زي ما يكون، لا It should be planned for achieving specific objectives within a specific time period. عشان كده بقول التشنج ده ما هوش هدف. لا the effective change should not occur randomly. يعني ده مش كده يلا نغير بقى واللي يجي قدامنا نغيره، لا. لازم يبقى فيه مخطط كويس قوي to achieving specific objectives. ان انا بحقق اهداف محدده بوقت محدد. هو ده الايه؟ التشنج. طيب. Key facts about change: it's a deliverable and planned effort. It involves strategies and policies with clear, specific objectives. Deliverable
deliberate and planned effort. دي deliberate يعني متعمدة ومخططة، يعني ده مجهود متعمد ومخطط. عشان كده بقول الترمينولوجي هنا مهمة جدا، وانا بصراحة انا حطيتها قدامي ويعني بقول لكم عليها عشان ايه، يعني نقدر ان احنا برضو نقدر نعمل comparison، نقدر نعرف احنا ماشيين ازاي. It involves strategies and policies، بتشمل او بتتضمن استراتيجيات والسياسات with clear، خلي بالنا من clear، يعني مش حاجه قايمه على التوب مانجمنت ولا لا تبقى clear لكل الناس. specific objectives، اهداف محدده. it occurs through changing beliefs، بتحدث بايه؟ بتغيير البيليفز. البيليفز اللي هي ايه؟ اللي هي الـ العقائد، الفاليوز، القيم او القيمه، اتيتيودز اللي هي المواقف، والبيهيفير اللي هي الايه؟ السلوك، قلنا العلم اللي اسمه ايه؟ اورجانيزيشن بيهيفير. طيب beliefs and behavior as well as policy، سياسات والبروسيدر اللي هي الاورجانيزيشنال بيرفورمانس اللي هو الخاصه بايه؟ بالاورجانيزيشن بيهيفير بتاع المؤسسه على بعضها يعني. طيب كي فاكتس اللي هي الحقائق، استكمال الحقائق، ايه حقائق؟ الحقائق الاساسيه للتشنج. It aims to achieve compatibility and adaptability. Compatibility اللي هي التوافق، والadaptability اللي هي التكيف. And with both the internal and external environment. لو نفتكر احنا اتكلمنا على الايه؟ environment. اتكلمنا فيها في قبل كده في موضوع في لقاء. ففي زي ما اتكلمنا كان في internal environment، وبعدين في micro environment، يعني external micro environment و external macro environment. ممكن نرجع للكلام ده ونعرف الانترنال دي اللي هي الخاصه تبقى ايه جوه الموضوع اللي هو نساهم مباشرنا في المشروع. الماكرو انفايرمنت بقى اللي هي ايه؟ اللي هي جايه له من بره يعني. It should be accepted and supported، او من المؤسسه مش المشروع بس. يعني لما بتكلم هنا عن اداره، احنا بنقول بنتكلم عن اداره مشروعات، لكن انت كمشروع مرتبط بكوربريت، مرتبط بشركات. فاحنا بنتكلم على الاثنين دايما هنا، وهتلاقي كلامنا كلام اداره، بس لازم نفرق ما بين الكوربوريت مانجمنت اللي هو اداره الشركات او اداره المؤسسات او اداره التنظيمات، واداره المشروع. لان مشروع له خصوصيه ان هو بيبدا وبيخلص وبيروح غيره وهكذا. انما المنظمات والتنظيمات حتى في التشنج فيها بيحصل كتير، هنتكلم عليه برضه. It should be accepted and supported by individuals and groups that will be changed. لازم يعني احنا قلنا دي فاكس، الحقائق اللي لازم تكون معروفه عن التشنج. لازم التشنج ما اللي احنا عاملينه ده يكون اكسبتد سبورتد، يعني موافق عليه وسبورتد. سبورتد يعني ايه؟ يعني سبورت سمبادي، يعني بايده او بسنده. باي individuals، يعني سبورت بالناس نفسها، individuals والجروبس that will be changed. يعني انا بغير، يعني بغير في مشروع، لازم كل في المشروع لازم يكونوا ايه؟ سبورتنج وراضيين، مش قابلين بس، قابلين وبيسبورت، يسند التغيير. individual groups. It needs an effective management oriented by change and reactivity. محتاج effective management، يعني اداره effective، اداره مؤثره. تمام؟ oriented وموجهه للايه؟ للتغيير، الاكتيفيتي اللي هو الايه؟ رد الفعل. Success of change، there are two main sources for change. The external sources. This group of sources include political, legal, social, economic, technological and natural forces. دي اللي هي external forces اللي هي ايه؟ اللي بتؤثر على تغيير اي حاجه. اللي هي ايه؟ political، السياسيه، legal، القانونيه، السوشيال الاجتماعيه، ايكونوميك الاقتصاديه، تكنولوجيكال اللي هي كل ساعه بتتغير مش كل يوم، والناشونال فورسز اللي هي القوه الطبيعيه.
طيب there are two main sources of change. تاني بقى اللي هو الايه هو internal sources. The second group of sources of change involved, for example, the organizational conflicts, اللي هي الايه الصراعات التنظيمية. ودي موجودة عشان بقول لك الorganization علم هام جدا جدا جدا، وده علم أساسي لأي حد يقول أنا عايز أبقى مدير أو مدير مشروع أو مدير مؤسسة أو حاجة. لازم يبقى فاهم يعني organization behavior، السلوك التنظيمي. ودي علوم مش حديثة، راجل علوم قديمة، بس طبعا واخدة دلوقتي أبعاد كثيرة وتغيرات كثيرة، خصوصا مع طبيعة العمل اللي بقى دلوقتي إيه. أنت ممكن تدير مشروع في الهند وأنت قاعد في مصر، ان يعني التيمز دلوقتي ما بقاش تيمز اكتر مكان واحد بتخضع للتيمز اللي كنا بنتكلم عليها اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لا، ده الاورجنايزيشن نفسه، الشكل الاورجنايزيشن بيتغير، مفيش بقى هوريزونتال وفيرتيكال وماتريكس. لا، الاورجنايزيشن بتفرق لما بقى تشتغل في دول معينه وحاجات معينه، يعني الشكل الاورجنايزيشن بيتغير. يعني الاولد فاشن تكنولوجي، يعني ما بقاش انا عمل مصانع لحاجه دلوقتي، ابقى اعمل مصنع دلوقتي وهشتغل باولد فاشن تكنولوجي. التكنولوجي اللي كانت شغاله في يعني المصانع اللي هي بتاعت زمان قوي. انا اصلا بالنسبه للموضوع ده معلش، انا بخرج مش بخرج على الموضوع، بحاول ان انا دايما ابين الوقائع حصلت قدام عينينا. يعني اولد فاشن تكنولوجي دي بتذكرني بانيس منصور، اللي ما اعرفش الشباب يعرف انيس منصور ولا لا، ده كان احد الصحفيين والعلماء الكبار في مصر. لاحظوا اليابان في اواخر السبعينات كده، في اوائل الثمانينات يعني. فراح زار واحد صاحب مصنع، قال له ما تيجي نتفرج على المصنع وبتاع. فانيس منصور قال له ماشي. نادى ركب العربيه بتاعته وراح على المصنع. الراجل معه مفتاح، راح فاتح المصنع وراح داخل. ما فيش حارس، مفيش حارس في المصنع، عشان بس ما اعتقدش ان اللي هو الكنترول ده من اول لاخره ده موجود من زمان من زمان. هشوف الساكورا مارو دي مركب كانت جايه من اليابان في السبعينات. السبعينات ايه؟ في اواخر الستينات. اواخر الستينات جايه فيها كل انظمه الكاميرات والسيستمز والكلوز سيركس والكلام ده من اول لاخره. فده كلام قديم. فالمهم أليس منصور والراجل داخلين، الراجل فتح المصنع وراح دخل جوه. مفيش عامل واحد، مفيش عامل واحد، المكان كله شغال فوق. انا بتكلم على ايه يعني، خلينا اقول الثمانينات بلاش السبعينات، هذا واقع، دي حاجه واقعيه. ان النهارده الاندستري النهارده قايمه على على الارتفيشال انتليجنس، قايمه على حاجات كتيره جدا. يعني مش قايمة بقى على الايه، على العامل. انا مش بلغي العامل ولا بقول العامل لا، في حاجات ايكونوميكالي، انما لازم اتبع اخر تكنولوجي في كل حاجه. فدخل بقى ما فيش ولا عامل، الشغل كله يعني اوتوميتد وكنترولد، ما فيش حاجه ايه فيها منسيه ولا حاجه مثلا فيها عامل بشري، لا. فده الكلام ده في اليابان، في هناك. هقول لك هفكرك برضه ببعض ده عشان ايه، نتكلم على ديمينج. يعني ده برضه من حاجات السكسس اوف تشينج. انترنال سورسز، ذا سكند جروب اوف سورسز فور تشينج انفولز ذا اكزامبل الاورجنايزيشن كونفليكتس، الصراعات التنظيميه. ما يبقاش انا عندي هيكل تنظيمي وفي ناس يعني ايه مختلفه مع بعض. عشان كده اللي بيقولوا دايما ايه، خبره بقى الحياه وخبره في مع تكوين الشركات او تكوين المشروعات او الى اخره، ان اول واحد بيتم اختياره لاداره مؤسسه او تنظيم او مشروع هو مدير المشروع. وجميع الناس اللي تختار لاداره المكان او اداره المشروع، مدير المشروع قاعد هو مع الاتش ار ومع اي طرف تاني لايه؟ لاختيار الناس. لان هو له سيستم وله ترند وله فكر معين وله اختيار معين. الكلام ده احنا عدينا عليه وعملناه خلاص. المشكله فين بقى؟ ان غالبيه في مش غالبيه يعني مؤسسات كتير بتروح جايبه معينه
الناس معينه المركب الفني ومعينه الجي او والكونستراكشن والاي بي سي والاتش اس اس اي وكل الناس اللي هتنتج سواء في مشروع او في شركه بتقول لك ايه بتاع الكلام ده او المجرى بتاع الكلام ده. فاللي عامل هذا الكلام مفروض عليه كل الناس تكون على خيرها. فاللي حصل ايه؟ ان هو الناس ما مش جايه من حته من حته بقول كده يعني. انا بيرسونالي كان عليها بيرسونالي يعني مثلا وقلت القصه دي قبل كده برضو في قطر حضرت كنت ماسك شركه مقاولات هناك. جيت مصر اخدت ناس معينه اخترتهم يعني. الناس دول انا بعد كده رحت دبي تعالوا جم. بعد كده رحت ابو ظبي مشروع كبير تعالوا. مش بقول لهم تعالوا بقى يعني محبه ولا ثقه، لا. وده اللي بنقول عليه دايما ان الاورجنايزيشن التوب اللي هو اللي هيدير الكلام هو اللي يبقى له رول في اختيار الناس. والا لما الناس بتختار من هنا ومن هنا ومن هنا وبعدين تجيب من هنا بعد كده تبقى العمليه برضو يعني عملنا فندق 5 ستارز في اول حياتنا. ده الكلام ده بدري يعني في الثمانينات وحاجه الثمانينات كده. اول واحد يتعين مدير عام الفندق وفي شركه كبيره جدا في مصر. هو بقى هو اختار الناس بتاعته بقى من ايه من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ اللطم اللي موجوده. طيب وهذه الكونفليكت دي نقطه مهمه جدا عشان فاكرين لما اتكلمنا على التيم بيلدينج قلنا ان هو ايه 5 مراحل اللي هو ايه اول حاجه ايه فورمينج اللي هو تكوين الفريق. بعد فورم في ايه؟ ستورمينج. في مرحله ستورمينج عشان اي ناس ستورمينج مش خنايق، لا، ان في عصف ذهني في دايما مناقشات الناس لسه مش يعني ايه في ناس بتبقى قديمه وناس جديده ستورمينج. وبعدين في بقى ايه؟ النورمينج اللي هو خلاص يعني وصلوا مرحله ان هم تجانسوا مع بعض. اللي ما عجبوش الحال قال انا مش قادر اتكلم ومشي. وبعدين النورمينج الحياه مش نورمينج. بعد النورمينج في الايه؟ بيرفورمينج اللي هي الايه؟ التحسين بقى. يعني خلاص خدنا على بعض وعرفنا من النورمينج احنا بقى بنحسن ادائنا مع بعض كتير. وفي الاخر الادجورن بقى اللي هو الفريق بيخلص. ده الكلام ده كله موجود في الكوربوريت بس ما فيهوش بقى الادجورن. في الكونتينيوشن لان يعني اي مؤسسه او اي تنظيم او اي حاجه ده يعني الاداره بتاعته غير البروجكتس. البروجكت اصعب على فكره. اللو بيرفورمانس السكند جروب اوف سورس اوف تشينج انفولفز ايه بقى؟ organizational conflicts. ان لازم اغير organizational conflicts. low performance لازم اخليها high performance. old fashioned technology لازم التكنولوجي تتغير ما تبقاش على بشكل معين. ما بقاش انا دلوقتي بنشتغل كله بالسيستمز بقى وبالكمبيوترز وبال بالهاي اي تي ريسورسز واقول لا والله ده انا بقى يعني ايه قعدت اشتغل بالكالكوليتر او اشتغل بسلايد رول او اشتغل لا. التكنولوجي سواء في الدراسه او في التنفيذ ما اقولش النهارده قاعد اعمل غزل ونسيج بالنول بتاعنا، لا. النهارده التكنولوجي في نيو تكنولوجي ودي اللي فارقه العالم عن بعض يعني. incompatible organizational structure. لو الاورجنايزيشن ستراكشر الهيكل التنظيمي بتاع المكان زي ما اتكلم من شويه مش incompatible يعني مش متوافق مع بعضه انسى مش هي ايه مش هيبقى متوافق مع بعضه مش هتقدر ان انت تعمله وتمشي بيه مظبوط. طيب الجوب ديساتسفاكشن. الجوب ديساتسفاكشن يعني ايه؟ عدد اهل عارفين الجوب ساتسفاكشن. الجوب ساتسفاكشن اللي هو ايه؟ اللي هو الرضا الوظيفي. انا راضي عن وظيفتي وراضي عن شغلي وبحبه وباصص لقدام. انا هاكر التنظيم بتاعي انا النهارده بشتغل مثلا يعني مثلا مدير مشروع باصص ان انا هبقى مدير مشروعات باصص ان انا بعد كده هبقى مدير برامج باصص ان انا هبقى مدير بورتفوليوز. يعني قدامي دايما يعني ايه الدنيا مفتوحه قدامي ان انا هتطور وان انا هكبر مع الايه؟ مع المكان اللي انا بشتغل معاه. طيب الجوب ديساتسفاكشن لو انا بقى مش مبسوط وانا مدير مشروع في مكان خلصت مش هنتج. لو انا في شركه برضه
ومش ساتيسفايد من في انكابتبل اورجانيزيشن ستراكشر، وانا الظروف والامكانيات المتاحه ليا في المكان اللي انا فيه مش 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 تمام، انا مش هبقى ساتيسفايد وانتاجي مش هيبقى زي ما المفروض يكون. النيد فور تشينج اول اورجانيزيشنز دي تشينج فور اني ريزونز. كل التنظيمات كلها يعني من اصغر تنظيم من اصغر مقاول لغايه الامم المتحده بتحتاج تشينج. ليه؟ adaptation to the changing environment اللي هو التكيف مع الايه؟ مع التغيرات في الـ environment اللي هو البيئة. better utilization of human and physical resources to increase efficiency اللي هو الاستخدام الافضل للايه؟ لأهم عنصر من عناصر انتاج الهيومن and physical resources. الهيومن resource اللي هو الانسان، وفيزيكال ريسورس بقى اللي هي الايه؟ الامكان الريسورس اللي هي الموارد الطاقيه تو انكريز الافشنسي، ان انا اعلي الافشنسي بتاع كل حاجه. يعني زي الافشنسي يعني بنتكلم عليها من ايام التايم موشن ستادي بعد اكثر من سنه. افوردنج اورجانيزيشنال سبجيشن يعني شوف برضه ايه التيرمز استغنيشن اللي هو الايه؟ الركود. يعني ايه ما بقاش اوريشن؟ ما بقاش ركود بقى، ما بقاش ان انا ايه هي كده وعايشين كده وبقى لنا 50 سنه كده ولا بقى لنا كام كده، لا لازم اوريشن استغنيشن ده الركود التنظيمي ده ان انا ابعده، لازم اي حاجه في يعني ما فيش حاجه ستاتيك كله كده. امبروفينج اورجانيزيشن بيرفورمانس ان انا بحسن ايه؟ الاورجانيزيشن بيرفورمانس اللي هي الايه؟ الاداء الايه الوظيفي الاداء التنظيمي. طيب need for change all organizations need change for many reasons اللي هو كمال بقى الاربع المعاصر اللي فاتت reducing bureaucracy and routine. في حاجات والله احنا بنعاني منها لغايه دلوقتي للاسف. يعني انت عشان مثلا تعمل تشتري شويه مثلا قلم رصاص او شوية حاجات كده لا يتجاوز ثمنها كلام فاضي في مكان مثلا في الشركة أو في المؤسسة أو في أي حاجة، هتفضل تقدم في طلبات وتوقيعات يمكن لغاية ما توصل لتوقيع الوزير. يعني دي بيروقراطية وروتين. أنا مش ضد البيروقراطية ولا ضد الروتين، بالعكس يعني البيروقراطية والروتين وتطور وعلمي وفاهم ومش عايز يتغير، ولو ده مش موجود يبقى ليه؟ طيب مي ذا فيوتشر نيدز فور اكسبانشن ان احنا ميتنج اللي هي اللقاء مع الفيوتشر نيدز. انا عندي فيوتشر نيدز اللي هي احتياجاتي المستقبليه للاكسبانشن اللي هي التطوير او الكبر اللي انا بكبر يعني ان انترنج نيو ماركتس وادخل اسواق جديده. اي حد طبعا لازم يفكر بهذا الفكر. انا النهارده مهندس مثلا في شركه مقاولات صغيره بشتغل في شركه مقاولات، لازم ابص انا رايح فين وجاي منين وهكذا وهطور نفسي ازاي وهطور نفسي ازاي، عشان كده لازم في كونتينوس تشينج. بقول انه ده مهم للناس وكل التنظيمات يعني. طيب improving product quality and gaining a competitive advantage. improving تحسين product quality جودة المنتج و gaining competitive advantage وبكسب competitive اللي هي ايه؟ competitive اللي هي اللي هم المنافسين، فانا باخد advantages عند المنافسين او بكسب advantages تخليني منافس قوي لاي حد موجود. changing attitudes values and creating loyalty اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تغيير الاتيتيودز اللي هي الاتجاهات، الفاليوز اللي هي القيم، وخلق ايه؟ الايه؟ الولاء. طيب نقف مش هنقف، هنتكلم عن الموضوع اللي بقول لكم عليه اللي هو اشهر حاله رفض للتغيير في اكبر دوله في العالم.
قبلوها في النهارده مين؟ على مده يعني. امريكا. في الاربعينات من القرن الماضي، طب ما حد بيحكي القصه دي، لكن انا لازم اقولها لاسباب كتيره جدا. اولا عشان الناس تعرف ان تشينج مانجمنت ده مش اختراع جديد. ده موجود وناس كتيره جدا they are refusing change. في الاربعينات قبل الحرب الثانيه طلع ديمينج، الناس عارفه الشغال كواليتي وشغال بروجكت مانجمنت، لازم اعرف مين ديمينج. ديمينج ده من اوائل الناس او مكابر العلماء اللي اتكلموا على التوتال كواليتي مانجمنت وعن التغيير بقى اللي جرى في الكلام ده في الاربعينات. قال لي الامريكا ايه؟ قال لي it's time for new religion. هذا وقت الدين الجديد. هو لا قال مسيحيه ولا اسلام ولا يهوديه ولا حاجه. النيو ريليجن بتاعه بالنسبه له كان ايه؟ ان انا اخفض التوتال كواليتي مانجمنت. فالامريكان عملوا ايه؟ قال لك ده يعني مش يعني هو بيتكلم وبيعمل وكلام بيكون من الاول لاخر. طيب بدا يتكلم ويقول ويتحرك ويعمل هتسال فيه. جت الحرب العالميه الثانيه عشان اعتقد اخر 44 حاجه كده، معلش تصحوني على التواريخ يعني، انت عارف بعد 25 برضه التواريخ بتبقى يعني ايه مش مظبطه قوي. ضربوا هيروشيما وناجازاكي في اليابان. يعني عشان نعرف يعني ايه الدنيا ممكن تمشي ازاي. راحوا الامريكان عايزين يخلصوا من مين؟ من ديمينج اللي وجع دماغهم ده بالكواليتي وبالسيستمز والنيو ريليجن اللي بيتكلم عليها. فبعد سنه 44 في 45 ولا حاجه بعد ما ضربوا ناجازاكي وهيروشيما بعتوا ديمينج عشان يعمل ايه؟ يقدر الخسائر اللي حصلت في اليابان. قال ايه؟ علشان يعوضوها. فبعتوا مين؟ ديمينج. راح ديمينج اليابان. راح ديمينج اليابان قيم وعمل كلام ده من اخره وعرض افكاره على مين؟ على اليابانيين. عجبهم قوي النيو ريليجن اللي رفضته مين؟ امريكا. خلاص؟ قالوا اتس اوكي احنا موافقين خليك معانا. خلاص؟ هنتكلم على ايه؟ على حاجه 40 سنة 50 اليابان عملت يعني تحفيز دولي اسمها ايه؟ ديمينج رايتس في اليابان سنة 1950. انا بقول الكلام ده ليه؟ نعرف تغيير يعني مش يلا نغير الناس كلها تتفق معاك يعني مش كده لا لازم احساس بضروره التغيير. اليابانيين احسوا بضروره التغيير راحوا جايبين مين؟ ديمينج. ديمينج سنه 50 عمل ديمينج برايس دخل بقى توك وارتي مارش والكلام ده من اخره. وباي ذا واي برضه دي قصه برضه ناس كتير ما بتحكيهاش. في بعد ديمينج في انا عارف اسمه طبعا بس برضه يعني برضه ايه ربما دماغ دلوقتي يهودي روماني طب الستيت جوران راح على طول راح لاحق بديمينج واشتغل معاه في اليابان. ديمينج عمل 14 نقطه للويز بقى للسيستم بتاعه ان هو هاو تو دو ذا توتال كواليتي مانجمنت. راح جوران عمل ايه؟ عمل 10. جه بعد كده واحد تاني جوران بعد كده كروسبي اعتقد عمل 14 تانيين. المهم ان يعني ايه ان كل واحد عارف هو سكته راح فين. طيب كمالة القصه بقى من سنه 50 لسنه 80 اليابان عماله بتبني وماشيه بسيستمز واتظبطت وبقت فله. يعني احنا في الستينات كان في مركز اسمه ساكورا ماروكا هنا في اسكندريه فيها احنا كنا ماشيين مبهورين. انت ماشي جوه السفينه، سفينه كبيره كانت في المينا، كان الناس كانت زياره يعني لينا كنا طلبه يعني. تعدي كاميرا ماشي انت شايف نفسك على الشاشات اللي موجوده، ما كانش التلفزيونات معروفه في مصر قوي يعني واخدين بحضراتكم. فكان التقدم العلمي كان حاجز كان كبير جدا فين؟ في اليابان. طيب سنه 80 حديث تلفزيوني ومحطه امريكيه. المذيعه مع ديمينج
what's happened and all that. فقال لها كلمة بسيطة جدا. لما إن جابان succeeded the states will succeed. سنة كام؟ 1980. كان ديمينج عنده 80 سنة. اللي هو قعد في الأربعينات اللي هم إخواننا سأمور الريجن وكان أقول كلام ده ليه؟ عشان إحنا ما نزعلش لما نلاقي إن في مقاومة للتغيير أو عدم استيعاب لضرورة التغيير. لا بقول لكم إن الأمريكا نفسها حصل فيها هذا الكلام. سنة 80 بعد جيش تلفزيوني قال إذا ما دام اليابان نجحت يبقى أمريكا لازم تنجح في الريجن اللي هو إيه اتكلم عليه وارترفض. بدأ ديمينج وهو عنده 80 سنة يشتغل في الستيتس. من 80 سنة بقى بدأ ان هو يشتغل خد بقى جنرال اللي هو جنرال الكتريك وجنرال موتورز الشركات الكبيرة بقى اللي في الستيتس بدأت ايه تاخد بالمنهج بتاع ديمينج واتطورت بقى وبدأت ايه تدخل تنافس وتعمل. للأسف يعني دي انا سمعتها من واحد وصححتها له بيتكلم في محاضرة قال هي الامريكا ساعدت اليابان ان هي تتطور. لا ده هي كرشت الراجل اللي عندها بالعربي انا بتكلم بالبلدي بقى وهو اللي راح وهم اللي قابلوه وهعملوا هذا الكلام. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف ان ما نزعلش لما نلاقي يعني ريزيستنس للتشانج مانجمنت. ولازم يبقى ايه دايما في حاجات هنتكلم عليها حاجات بيرسونال بقى شركات انا عملناها وتصحصن فيها ايه وهو الى اخره. المهم دي ده موضوع ديمينج. الموضوع بتاعنا احنا بقى هنتكلم عليه واحنا ماشيين يعني حاجات كده من الايه من الواقع ومن الطبيعه ومن التاريخ وما بين مصر وما بين العالم العربي وما بين قطر وما بين الامارات. يعني ان هو ان احنا طول ما احنا ماشيين لازم يبقى لينا شخصياتنا ويبقى لينا منهجنا والبروجكت مانجمنت مش شهاده بتاخدها ولا لا ده يعني ايه ولا هو يعني حاجه يعني اكاديميك مش حاجه اسمها كده. يعني انا بالنسبه لي وده المنهج اللي بقوله دايما ان الاداره دي زي الجراحه بالظبط وانت عايز تدرسها خد على ايد بروجكت مانجر. واحد بيشتغل في بروجكت مانجمنت فعلا وتاخدها منه وتعرف لان ما انا يعني هل ممكن راح يدرس جراحه وهو ما بيعملش عمليات؟ ما ينفعش. لازم يبقى بروجكت مانجر وما حدش يعتقد ان هو اخذ شهاده. انا هو بروجكت مانجر ناس كتير جدا اخذ البي ام بي واخذ البي اس 2 واخذ الاي بي ام اي اللي هي ايفاليويشن للبروجكت مانجر واخذ ليفل معين انما لا طور ولا اشتغل مع مدير يعني بتاع. وبالمناسبه برضو يعني في ناس اشتغلوا معانا التسعينات كانوا جونيور انجينيرز انا قابلتهم يعني في واحد منهم الله يكرمه بصراحه كان جونيور انجينيرز معانا في اخر التسعينات قابلته في السعوديه في المنطقه الشرقيه بيبني مستشفى قسما بالله هو لا درس خلي بالكم اقول لكم الكلام ده انه درس لا انه عاش في جو بيطبق مفاهيم الاداره وكنا مع بكت الايامها واحنا كنا الجانب المصري شركه المقاولات المصريه بدون ذكر اسماء عشان ما نبقاش نعمل لحد حاجه. اوكي بيدير مشروع اداره ما في مخلوق يقدر يعملها علميا وهو ما درسش حاجه لكن هو ايه اشتغل لما كنا بنشتغل مع بعض. انا بفخر في نفسي مش انا بس يعني كلنا كتيمز كنا بنشتغل في هذا المكان وكانت بكت اللي هي الايه المين بروجكت مانجر بتاع المشروع. نرجع على المجموعة تاني الكي ريكوايرمنتس فور تشانج مانجمنت. الاشتراطات الرئيسية للايه؟ لإدارة التغيير. توب مانجمنت شود اكسبت اند سبورت تشانجز. مش اكسبت بس خلي بالنا. يعني التشانج مانجمنت ده لازم يجي من التوب مانجمنت. إذا التوب مانجمنت مش اكسبت مش وافق لا يسنده. إذا التوب مانجرز ما سندوش انسى انه يحصل. وده عن تجارب برضه يعني انا الشركات اللي دخلنا فيها وعملنا من فضل الله سبحانه وتعالى وفاليوبل تشانج وشغاله لغايه النهارده بقى لها مثلا يعني احد الشركات بقى لها مثلا شيء 45 سنه ولا حاجه وبتطورت يعني فيها يعني السكند جنريشن اللي ما كانوش شغالين معانا
واللي هم شغالين معاهم شغالين دلوقتي بسيستمز وكل حاجه، واحنا بادئين بيها بادئينها بشويه ملفات يعني كده. يعني ما حدش يبقى عندنا ثقه في نفسنا، ثقه في الله اولا وثقه في نفسنا، ونتحرك ونشتغل بمنهج علمي. وزي ما بنقول دايما امسك الحتتين في ايدك، دراستك سواء تكنيكال او 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 مانجيريال، لازم يبقى الاثنين يكونوا موجودين في ايد، والايد الثانيه فيها البراكتس. لو اثنين دول حطيتهم معاك وانت في خلال حياتك وطورتهم طول ما انت ماشي، محدش هيقدر عليك، هتبقى انت ومش قدره يعني ان احنا يعني قوه عافيه، لا، الباور بتاعه العلم والباور بتاع المانجمنت بتاعه التغيير وبتاعه ان انت عارف الدنيا كلها ماشيه ازاي وعارفه ازاي وتطور كل يوم. بنقول بقى اول نقطه في الكي ريكويرمنتس، الشروط الرئيسيه لايه؟ لاداره التغيير. توب مانجمنت اكسبت اند سبورت، اكسبت اند سبورت مش اكسبت بس، لازم تبقى موافقه وتسند للتشالنج. خلاص؟ البوزيتيف كونتريبيوشنز should be made by the middle management not only to support changes but also to defend them. البوزيتيف كونتريبيوشنز بتاعت الميدل مانجمنت، احنا اعتقد اتكلمنا في دي ولا ما اتكلمناش فيها؟ مش فاكر والله. يعني احنا عندنا 3 ليفلز في المانجمنت، اللي هو التوب مانجمنت، في ايه؟ الميدل مانجمنت، وفي ثيرد مانجمنت او اللي هو اللي بيشتغلوا بقى تحت الناس اللي بتنتج. خلاص؟ فالايه؟ الكونتريبيوشنز اللي هي ايه؟ المساهمات. لكن تبقى اللي بتتعامل مع الميدل مانجمنت مع لان الميدل مانجمنت ده في مديرين المشاريع، مديرين التنفيذ، مديرين كل الفيرست لاين اللي في الوظيفه الشرط بتاع بروجكت، او السكند لاين اللي في الايه؟ اللي في الـ في الـ في الـ في الـ في, في الكوربريت مانجمنت. طيب الميدل مانجمنت نوت اونلي تو سبورت تشينجز بات اولسو تو ديفند ذم. مش هي مش بتسبورت، لا ده بتدافع عنه. يعني في رؤيه واضحه وصريحه، احنا عايزين نعمل كذا، عايزين نوصل لكذا، عايزين نغير كذا كذا بوضوح، هدفنا كذا عشان نوصل لكذا. لازم الميدل مانجمنت برضه يبقى مش سبورتنج، سبورتنج وديفند. يجي من ايه؟ هنتكلم عليه برضه بعد كده. ان اما اجي اعمل تغيير في مكان او في للتحسين، ما بفرضش عليها من بره، هنبقى حاجه نكمل بعد كده، لازم من جواها. يعني انا بعمل ايزو ودي طب بروسيدرز موجوده وكل حاجه موجوده وكل حاجه، انما لازم اشرك كل قطاع الكونستراكشن مثلا، لازم ايه؟ هو يساهم واحسسه وانا بعمل السيستم بتاع الايزو سيستمز. مش لازم ايزو، في الاوروبيان سيستم، في اي سيستم، ان لازم الناس اللي جوه المؤسسه تبقى مساهمه فعليه، ولازم تحس ان الكلام ده هي اللي عاملاه. لما هيبقى الكلام كده هتلاقي ايه؟ هتلاقيهم ملتزمين ومحافظين على الـ على الـ على الـ على السيستمز اللي معمول، وبيدافعوا عنه وشغالين بيه وشغالين بيه كويس. انما بقى اللي يجي يعمل تشالنج يقول لك لا انا هعمل ايزو بقى، يجي واحد يعني ايزو دي بتحصل كتير، يجيب شويه بروسيدرز، شويه اوراق، شويه كلام من اول لاخره، ويلا القسم ده يطبق ده وده يطبق ده ويطبق ده ويطبق ده ويطبق ده، وبعدين احنا بقى ايه في الاخر؟ حافظين ماشيين يا اخوانا، الورق كويس، الفات كويسه، يلا نجيب الايه؟ الاوديتور. يجي الاوديتور يشوف الورق ويشوف الكلام ده من اخره كويس قوي، طيب مش عارف ايه، يطلع كام نون كونفورميتي صلحوها، الكلام ده بعد فرق ايه؟ حته ورقه ولزقناها على الحيطه، ما هياش ريل تشينج. عشان كده لازم الحاجه تبقى تاخد شكل ريل تشينج مظبوط، عشان اقدر ان انا انجح المؤسسه او انجح المشروع بتاعي او انجح الهيئه اللي انا بشتغل فيها. To be made by middle management، عملنا كلام كده. Positive attitudes and motivation for shares. لازم يبقى ايه؟ positive attitudes، يبقى في اتجاهات positive، يعني ايه؟ positive يعني مجابه، وموتيفيشنز وتحفيز for change، يعني لازم يبقى في تحفيز وموتيفيشنز. كل ما احنا مثلا كل قسم تميز وعمل، يبقى له ايه؟ موتيفيشنز
واحتفال ونعمل مثلا رجل الشهر ورجل الاسبوع يعني لازم يبقى فيه احتفالات بالنجاحات والناس اللي بتظهر كفاءه وبتظهر مجهود وبتظهر حب والتزام لايه؟ للتغيير. The organizational culture that should be oriented by change. هنا بنتكلم على organizational culture اللي هي الثقافه التنظيميه، ثقافه التنظيم نفسه. ثقافه التنظيم نفسه بتبقى ايه؟ oriented يعني موجهه لايه؟ للتغيير. ما يبقاش الثقافه العامه ما فيهاش تغيير واقول غير، لا يعني ما يبقاش الثقافه العامه للناس والاقسام المختلفه انه رافضين التغيير وانا اقول لهم هنغير، لا طبعا. الكالتشر لازم تبقى ايه؟ اورينتد للايه؟ للتغيير. طب نكمل الكي ريكويرمنتس اللي هي المتطلبات الرئيسيه. ادكويت اكسبلانيشن اوف تشينج موتيفز اند اوبجكتيفز to both individuals and groups to seek their acceptance, cooperation, and support. يعني دايما شرح adequate يعني مناسب للتغيير the motives and objectives. The motives اللي هي الايه؟ change motives اللي هي الايه؟ الموجه او التغيير and objective والاهداف للانديفيدوالز للافراد والجروبس to seek their acceptance cooperation. يعني لازم يبقى في شرح مستمر ومستمر ان اخلي فيه acceptance وموتيفز عشان التشينج والاوبجكت كامل والاخر عشان ايه للافراد والجروبس. الجروبس دي في البروجكتس مقصود بيها طبعا التيم بتاع البروجكت، الجروبس في الـ في الـ في الـ في الـ في, في الكوربريت اللي هم الايه؟ اللي موجودين في اي ديسيبلين. الجروب ده اللي هو الناس اللي بتشتغل مثلا في الكونستراكشن مانجمنت او بتشتغل في الايه؟ في الادمنستريشن مانجمنت، بتشتغل في الكوست مانجمنت في الكوربريت يعني. دي الايه؟ كوبريشن اند سبورت، كوبريشن. انا شايف شركات اجنبيه وداخل اول يوم بينزل في السايت بيتقال له ايه؟ The best thing or the main thing that you have to do is the cooperation. Cooperation اللي هو التعاون، يبقى متعاون. وسبورت اللي هو الايه؟ السند يعني. Manager of the lower levels should participate to some extent in the change programs. اللور ليفلز اللي هو تحت، احنا قلنا في توب مانجمنت، ميدل مانجمنت، لور مانجمنت. ما بحبش اقول اللور ليفلز عشان ايه؟ يعني في ناس كتير بتزعل منه يعني. اما تقول لك انا مهندس وابقى ازاي في لور ليفل، لا مش لور ليفل، لا انت يعني ان انت بتشتغل عشان الميدل مانجمنت ياخد الريبورت بتاع الشغل بتاعك وهو برضه هيوضبه ويرجعه مش يعني لور ليفل ده لا تعني ان انت مستواك اقل من حد تاني، بالعكس ده بالعكس. طيب larger of the lower levels should participate to some extent in the change programs. يعني الناس زي مثلا مهندسين التنفيذ لازم موجودين جوه هذا الكلام. المحاسبين مثلا في شركه جوه مثلا الاداره الماليه لازم يكونوا موجودين في هذا التشنج ايه؟ تو سام اكستنت يعني ايه؟ يعني لدرجه معينه. يعني لو هو ممكن هو مصحصح وبتاع ويبان ان هو عنده قارئ او هو متعلم او واخد شهادات او دارس ويبان يعني ايه ان هو نشط وفاهم وعارف ودي ممكن في جوه مكان واعي وعارف هياخد دوره على طول. Availability of the needed budget for implementing the change. يعني في بادجت للتشنج ده مش ببلاش. يعني انا عشان اعمل التشنج انا بغير التشنج الكلام ده كله من اول لاخره مش ببلاش. ده بياخد ايه؟ one of the main resources اللي هي الماني. فلازم البادجت للتشنج يبقى موجود. الناس كتير بتستخسر يعني مثلا انا محتاج مثلا 100,000 مثلا ولا حاجه عشان اغير السيستمز واعمل كواليتي اشورنس واعمل 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 او مش 100,000 صراحه يعني المؤسسات الرقميه بتستخسر اقل من كده كتير لكن انا هفترض 100,000 ما بيبقاش باصص بقى ان 100,000 دولار هيحولوا ملايين يعني احنا اذكر اول شركه بدون ذكر اسماء التيرن اوفر بتاعها السنوي في اول سنه اشتغلنا مع بعض انا مش مخلي بالكم انا مش بدعي نفسي كل التيم والمدير العام بتاع هذا المكان
انا قلت النهارده بقابله بقول له انت احسن مدير انا اشتغلت معاه في جوه اسكندريه، يعني مش واحد بقى خواجه بتاع، لا جوه اسكندريه. اول سنه كان تيرن اوفر اللي هو مجموع الشغل طول السنه 6 7 مليون، تاني سنه على طول وصلنا ل 42 مليون بالسيستمز، يعني ظبطنا السيستمز بتاعت الشركه، الشركه معروفه وهاي كواليفايد الحقيقه، يعني الحقيقه availability of the needed budget for implementing change. يبقى لازم في ايه؟ implementing change ده محتاج budget. انا الحقيقه مش عارف، يعني احنا في التسعينات كان في دايما مش عارف كانت وزارات، يعني وزاره الصناعه وزاره مش عارف، كان الوزارات كانت بتعمل budget، بتعمل نوع من التمويل، يعني انت مثلا شركه عايز تعمل ايزو كانت بتخليك تدفع 50%، بتعمله 50% في ايه من ميزانيه الدوله او الى اخره. انا مش عارف دلوقتي ان الدنيا ماشيه ازاي، لكن لازم نيد البادجت ليه ويبقى معروف وموجود ومصدره ايه، ما اقولش بقى ربنا بيسهل وكل حاجه، لكن نيد البادجت للتشينج، لان هو الانيشالي التشينج مانجمنت تبقى تبع كل مكان، يعني في مكان ممكن ياخد منك 5 6 شهور، في مكان ياخد منك سنه عشان تعمل الفول تشينج بتاعه، يعني تبقى بقى للعناصر اللي احنا اتكلمنا عليها، وتبقى للسبورت اللي انت اللي احنا واخدينه من التوب مانجمنت او من الميديا مانجمنت او اللور مانجمنت. فلازم البادجت تكون موجود عشان ما تجيش في نص السكه، زي مثلا بنقول ايه اخواننا احنا ايه ما عندناش عشان نكمل، يبقى احنا ايه خسرنا كل اللي احنا صرفناه. لو صرفت مثلا لو انا محتاج 100,000 صرفت 50,000 مش عارف اجيب 50 التانيين، يبقى انا رميت 50,000 في الارض. يعني بقول رقم يعني كده في ده، يعني الكي ارياز تشينج اللي هي ايه المجالات الرئيسيه غير. انا بغير ايه؟ اول حاجه ايه؟ الاورجنايزيشن ستراكشر. انا بدون قسم وبدون يعني مبالغه يعني انا دخلت شركات مش عايز اقول فين بقى، يعني في مصر وفي الخليج وفي كل احنا عايزين نغير وعايزين نعمل مش عارف ايه. طب نوكي. طيب اخواننا فين الهيكل التنظيمي بتاع الشركه؟ شركات ايه؟ ده شركه المبنى بتاعها مبنى الاداره بتاعها برج في كل حاجه، في الهيكل التنظيمي بتاعكم يا اخواننا؟ في. طب هو فين؟ مفيش، هم شغالين كده مش بالبركة، البركة مش كده، لا كده كما يعني ايه زي الجماهير. ومش هخفيكم سر، شركات كتير بهذا الشكل وقعت في مصر، اسماء كتيرة جدا كانت موجودة في السبعينات والثمانينات ايام الاستثمار كان الى اخره، وشركات كتير جدا وكبيرة جدا، وانا كنت متربلون بهذا الكلام من ايامها، لان بدأت علاقتي بالبروجكت مانجر بتاع سنة 81 لما بدات اشتغل في اول دكتوره اشتغلت فيه. فالمهم فالاورجنايزيشن ستراكشر ده لازم يبقى معروف وعارف كل واحد ايه وحدوده ايه و responsibilities بتاعته ايه، وهو الكرايتيريا بتاعته اوله ايه واخره ايه، بياخد منين وبيسلم مين. هي مش قصه ان الاورجنايزيشن ستراكشر بتحط وخلاص، لا ده ابلايد. عشان الاورجنايزيشن ستراكشر احنا اتكلمنا في الاورجنايزيشن ستراكشر، اتكلمنا اخدنا عليه لقاءين. لو وزاره شرط ده من اهم الامور اللي انت اول حاجه بتفكر فيها، وده وله قواعد وازاي تعمله وكان الاخر وكلمنا عليه قبل كده. الكي ايرياز بقى اللي احنا بنقول عليها اللي هي المتطلبات الرئيسيه، لا الكي ايرياز تشينج اللي هو المجالات الرئيسيه للتغيير، بوليسيز بروسيجرز والرولز. يعني اي حد يشتغل في الكواليتي هيعرف ان ايه عادي ان انت لما تيجي تعمل كواليتي سيستم، الكواليتي سيستم ده ايه؟ لو مثلا ده اقل حاجه او اكثر حاجه معروفه اللي هي الايزو 9001 اللي هو بتاع الاي سيستم. البوليسز تتحط مظبوط وتتغير بقى، انت عايز ايه وعايز توصل لغايه فين؟ هل انت عايز تشتغل لوكال ولا انترناشونال، ولا عايز تشتغل في اريا معينه ولا في موضوع معين، ولا يعني تكون ايه حدد ايه الرؤيه بتاعتك، الميشن والفيجن والبوليسز بقى دي السياسات بقى بتاعتك هتشتغل ازاي، البروسيدورز الفيجر دي بيعملها بقى بتاعت الاي كواليتي اشورنس، والرولز بتاعت كل حاجه اللي هي القواعد اللي هتشتغل عليها. التكنولوجي
ما تجيش تقول لي انا عايز اشتغل من اولاد وابني ابراج واشتغل في برج مثلا في وهكذا، وتقول لي انا هشتغل بقى بلطزانه بقى وحتى وريت موسكي حتى زي زمان. لا، ده عايز يشد شده البلطزانه بتاعته ويظهر يجي يقول لك انا يعني ايه. لا، التكنولوجيا لازم تتغير. ما يجيش يقول لي بقى انا هخمر خزانه في السايد بقى بالناس او بحته خلاطه كده عادي. لا، هي انا ما بعرفش انا لغايه دلوقتي في مشروعات، بس لازم نحسبها كويس. انا ممكن اشتغلها مانيوال واشتغلها بتاع واشتغلها في حضراتكم ازاي؟ يعني التكنولوجي لازم اخد الليتست تكنولوجي او التكنولوجي المناسبه للشغل اللي انا بعمله. ما اقولش ان انا هطلع القمر بصاروخ عامله عند حدادين. لا، يعني التكنولوجي بتاعتي لازم تبقى يعني ايه كومباتبل للايه للتارجت او الهدف اللي انا عايز اعمله. طيب المانجيريال اند تكنيكال بيرفورمانس اللي هي ايه؟ الاداء بتاع المانجمنت والتكنيكال، يعني هو جزئين. احنا حياتنا احنا كل واحد فينا عنده ايه؟ عنده حاجتين، المانجيريال والتكنيكال. انا ببتدي تكنيكال، والكلام برضه احنا قلناه قبل كده في الاول خالص بنتكلم في اللقاءات الاولى يعني. ونقول احنا بنبتدي تكنيكال، كلنا بنبتدي تكنيكال. اربع خمس سنين لازم ببتدي ببقى اسمي مثلا ايه؟ مدير موقع. طب انت تضاف على اسمك مدير موقع، انت فاهم يعني ايه اداره؟ عشان كده بنقول من ابتداء من واحد اي واحد تكنيكال اربع خمس سنين لازم يبتدي يدرس مانجمنت. مش هياخد كله، لا، هيبتدي يدخل في ايه؟ في الاساسيات، ايه في يعني ايه مانجمنت، يعني ايه فانكشنز، يعني ايه تايم مانجمنت، يعني ايه كوست مانجمنت، يعني ايه ريسورس مانجمنت، يعني ايه فاليو ايرنينج فاليو، يعني الكلام ده كله لازم يعرفه. ومش قصه معرفه بس، يعرفه ويطبقه. فالمانجيريال والتكنيكال بيرفورمانس لازم تتصلح وانا بعمل التغيير. يعني مش قصه ان انا بعمل التغيير مثلا في اون سايت، انا بجيب تكنولوجي بجيب مهندسين شاطرين وبجيب وسايب المانجمنت زي ما هو. بيحاسبني على مثلا انت جيت الساعه بخمسة 8 و5 يبقى انت هتروح النار، او بيقول لي لازم تدخل وانت داخل الموقع تختم او تبصم انت كمهندس او الى اخره. يعني المنتاليتيز والمانجيريال لازم يتطور معاه. ما جيش في مشروع مثلا كبير او في شركه كبيره واقول مثلا انا مش عايز تكنيكال اوفيس، تكنيكال اوفيس كفايه مثلا مش عارف ايه، او اجيب واحد. لا، لو انت مشروع صغير ماشي، هات واحد مثلا فريلانسر اعمله بواسطه مكتب واطب اي حاجه ماشي، الشغل ممكن تعمله على قد المشروع. لو انت ماسك مشروع كبير وما عندكش تكنيكال اوفيس يبقى انت ده بدايه دمارك. لو انت في مشروع كبير ما عندكش كونتراكت مانجر يبقى انت بتفرق. لو انت النهارده بقى بالذات لو انت ما عندكش بيم مانجمنت والناس بتشتغل بالبيم انت بتفرق. انا اسف يعني بقول كده، بس طبعا مش بتكلم على الشركات الصغيره اللي هي العاديه، لا، انا بتكلم على الكيانات الكبيره اللي عايزه تنجح وعايزه تدخل انترناشونال. ما ننساش دايما انا بتكلم على ايه؟ على انترناشونال بروجكت مانجر. انترناشونال مش يعني ان هو يعني بيشتغل بره مصر، لا، جوه مصر اشتغل شغل انترناشونال. له مضار طبعا انك توصل للمستوى ده، لانك هتبقى يعني معلش هنتكلم. مانجير اند تكنيكال بيرفورمانس ايه؟ دي الكي ارياز تشينج اللي هي المجالات الرئيسيه للتغيير. طيب الكي ارياز تشينج اللي انا ايه المجالات اللي انا هغير فيها. الفيزيكال كونديشنز فور وركينج انفايرمنت اللي هي ايه؟ الظروف المادية للإيه؟ physical condition، الظروف المادية لبيئة العمل. ما هو لازم أنا دلوقتي physically هنتكلم على صحة العمال اللي موجودة والكلام ده كله الآخر، والphysical condition بتاعت الناس العادية اللي الناس بقى مش عارف كده. الphysical condition بتشمل كل حاجة، خلي بالك يعني تستخدم كل الريسورسز، يعني الانسان اللي بيشتغل الماتيريال الماشينري الماني، يعني الماني يعني الثلاث ريسورسز اللي شغاله. يعني الفيزيكال كونديشنز فور وركينج انفايرمنت، الفيزيكال كونديشنز اللي هي
الظروف ايه الماديه، خلاص لازم تبقى ايه مناسبه جدا وهي قابله للتغيير. البرودكت اند سيرفيس كواليتي، هنا يعني احنا اتكلمنا في الكواليتي على ما اعتقد، وقلنا ان انت عندك حاجتين، عندك برودكت وعندك سيرفيس. البرودكت اللي انت مثلا بتنتج ابتداء من مثلا مسمار وصابونه لغايه صاروخ فضاء لغايه مثلا شاورما لغايه مثلا كنافه، اي برودكت، حاجه برودكت خلاص. وفي سيرفيس اللي هو مثلا يعني بريد بقى، تعليم، كان كنت كلها خدمات خلاص. في حاجات بتشمل الحاجتين اللي فيها برودكت وسيرفيس، اقربها ايه؟ المطاعم. فبرودكت اند سيرفيس كواليتي has to be subjected to the change market. البرودكت كواليتي يعني انا مش بعمل تشينج، هو ده الهدف بتاعي الاصلي ان البرودكت والسيرفيس بتاعتي تصلح وتستمر في التحسين المستمر، هو ده الهدف بقى، مش الهدف ان انا عندي سيستم زي النقطه بتاع زمان اللي قال لهم دخل واحد فتح محل بيه كذا دور بتاع فراخ، هيجي في الدور القاضي يقول له انت عايز فراخ حيه ولا مذبوحه؟ يقول له انا عايز مثلا حيه او مذبوحه، مثلا مذبوحه، يقول له اطلع بقى الدور الاول، يطلع الدور الاول عندك فراخ حيه ولا مذبوحه؟ يقولوا له انت عايزها ايه؟ يقول لهم مذبوحه. طب اطلع اللي فوق الدور اللي فوقينا، عايزها مذبوحه بالسكينه ولا مذبوحه بالميكانيكا العادي؟ يقول لهم انا عايزها بالسكينه، يطلع الدور اللي فوقيه، المهم عايزها متنظفه ولا مش متنظفه، اللي فوقيه عايز مش عارف ايه، في الاخر خالص في اخر دور يقولوا له اه اوكي خلاص كل كان نقول له اديك شفت ايه رايك في النظام؟ احنا ما عندناش فراخ بس ايه رايك في النظام؟ يعني فالكلام ده يعني ايه؟ يعني يقول لك احنا عندنا نظام بس ما فيش برودكت، عشان كده ايه؟ البرودكت والسيرفيس كواليتي يعني الاثنين، ما يبقاش حاجه وحاجه، لا. الانفيرمنتال بروتكشن اللي هو ايه؟ الحفاظ على البيئه او ال الأفراد والجماعات خلاص، values beliefs، values بتاعتها beliefs يعني المعتقدات، قيمة المعتقدات، القيمة والمعتقدات والنورمز اللي هي الاعراف الاتيتيودز اللي هي ايه الاتجاهات، يعني كل ده بيخضع للتغيير، خلي بالنا دي الارياز اوف تشينج، تمام؟ ريسبونسبيلتي اوف تشينج. خلاص احنا قربنا في حاجات، في حاجات كتيره جدا طبعا، احنا في رمضان مش عايز اطول عليكم، فيعني مش عايز برضو ان احنا يعني ايه، يعني حاجات كتيره جدا يعني بتقابلنا في حياتنا يعني. قصة وحاجات كتيرة جدا، ان انت ممكن تلاقي نفسك وصلت لمرحلة يعني ان انت ما تقدرش تشتغل في مكان مش منظم، فهتعمل ايه لو انت بقى نصيبك جاي في حتة مش منظمة؟ فدي يعني قصص طويلة وابلكيشنز وحاجات في التاريخ يعني قصة بسيطة سريعة برضه، سريعة، قصة سريعة عشان بس نعرف برضه في زمن انت ما تبقى متطور وفكرك يعني متصور وعايز تصلح وعايز تعمل انك يعني ايه، انت بيرسونالي انت ممكن تنجح، لكن تنجح انك تظبط وتعمل قصه سريعه يعني. فتره من فترات كنت في دوله عربيه في قطر، يلا مش هنقول بعيد يعني، مش هنسمي شركه ولا هنسمي حاجه. شركه مقاولات، شركه كويسه كبيره مش صغيره، ربنا قدر لنا ان احنا ايه ندخلها، وتقال يعني ما شافونا صار حقيقه الناس ابدوا اعجابهم، وانت جبت لنا ازاي وانت جبت لنا منين، وبعدوا شوف الشغل وكان ده كله، ناخد ونخطط ونعمل، بدانا ايه نعمل ايه تشالنج ماركت، بدانا نعمله كده بالراحه. مدير عام الشركه كان مهندس مصري محترم وقديم بس طبعا ما ايه
ما درسش بقى المانجمنت او ما ما يعني التشنج، هو شايف حاجات بتصلح قدامه، شاف تغييرات وبس طبعا لغايه ما هو يرضى، او يعني ايه بنحاول ان احنا ما نعملش حاجه هو مش راضي عنها او مش مستوعبها. جت اخذ اجازه شهر كده او شهر ونص، فايه العبد الفقير خلاص اضطرنا نشيل الايه الموضوع على بعض. هنا بقى بدانا ايه نطبق القواعد يعني ايه العاديه، يعني مش يعني احنا مثلا دي برضو دي اللي شغال اللي عايز ينزل شركه مقاولات او محلات الكلام، كان لازم كل يوم سبت الصبح لازم جميع مديرين الادارات اجتماع مع بعض، ان احنا بنحدد بالظبط، بنقيم الاسبوع اللي فات حصل فيه ايه كل واحد في مجاله، مدير المالي والمدير الفني والكي اف يو سي، كل المديرين بتوع الكوربريت نقعد مع بعض وقفنا ايه النجاح اللي عملناه بالنسبه للخطه اللي عملناها من قبلها، وبنعمل خطه الاسبوع اللي جاي اسبوعين خلي بالك المقابلات عايزه كده. وده دلوقتي اللي هم بيسموه الاجايل، يعني انا دايما لما بسمع كلمه اجايل بتذكر الوقائع اللي احنا عملناها في حياتنا، وكانت يعني ايه ان انت ما تسيبش حاجه، خلي البيسز قليله وما تسيبش حاجه للايه، اعمل اقصى ما ممكن، اعمل اقصى ما ممكن باقصى حاجه في العلم باقصى حاجه في التكنولوجي. فالمهم كل يوم لازم يعني خلال الاسبوع لازم كل يوم معدي شايف كل مشروع عندك 17 18 مشروع 20 مشروع لازم تشوف بالعين، غير الديلي ريبورتس اللي بتجيلك، غير الويكلي ريبورتس اللي بتجيلك، غير المارك ريبورتس اللي بتجيلك. بصرف النظر بقى انت بتودي استشاري او ما بتوديش او انما انت ك ك ك كشركه مقاولات الكلام بيبقى فيري اكيوريت. خلاص المونيتورنج بتاع الناس، يعني انت كان عندك مثلا قول مثلا 3 4000 عامل، يعني العمال انك تبقى على كفاله، فلازم يوميا واحد مخصص ان هو يعرف العمال اللي طلعوا من الكامبس دي وصلت المشروع ولا لا. دي نقطه بتبقى تايهه شويه عن الايه عن الناس. طيب كل اسبوع بالليل اعتقد كان يوم الاثنين لازم كل مديرين المشاريع طبعا كانوا كلهم يعني في اريا واحده مع بعض ميتنج، مش ميتنج بقى عشان اقول لهم تعملوا ايه، لا ميتنج ومعانا دي 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 سياسه انا مش بدعي ان انا يعني احسن من حد، ده المنهج الطبيعي لاداره شركه مقاولات، هي محتاجه طبعا تمكين. فانا بقول لكم على ايه يعني انك الشغل ازاي اللي عايز يعني يعمل شغل يعني يعمل شغل في مجال المقاولات يعني ونجح. يوم الاثنين بالليل ميتنج، طبعا احنا عدينا على مواقع شفناها بعينينا وشايفينها وبنتعامل مع الناس، مفيش حاجه اسمها يعني عربي وفلبيني والى اخره، مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي وهندوسي ولا ديني، مش عارف حاجه كده. شغلك اللي بيحكم عليك تتقي الله في حالك في كل حاجه من اول لاخر. في يوم الاثنين بالليل بنجتمع كل مدير المشروع، ده بنتكلم على الكوربريت بقى مش على البروجكت، شو هنتكلم عليه برضه بعدين. كوربريت يوم الاثنين بالليل بتجيب مدير المشاريع بتاعتك بالكامل، معاك المدير المالي، المدير الاداري، مدير المخازن، كلام من اخر، وكل واحد عشان تسمعه، مش عشان اجيب مديرين المشاريع عشان نقول خطب ولا اقول لهم ايه الحكايه وبتاع. بنقول لما تبقى الموضوع محتاج، لما الاقي ان في حاجه يعني مدير مشروع، عشان كده لازم اقول لحضراتكم اللي عايز يتعلم بروجكت مانجمنت يشتغل مع بروجكت مانجر. احنا كلنا اتعلمنا بروجكت مانجر في حياتنا، اسماء الله يرحمهم يعني زكريا الوكيل الله يرحمه، الاستاذ الدكتور محمود حلمي الله يرحمه، يعني ناس كتيره جدا احنا اتعلمنا من الناس اشتغلنا معاها. ف دي الرساله. فالمهم انا بقول لكم بس على ايه يعني من من من, من تعتبر نقطه من النكت اللي حصلت معايا في التاريخ يعني. فالمهم فجينا في خلال الشهر ده او الشهر ونص كانوا موجودين دول، الدنيا مشيت ايديا. طبعا في الاجتماع الاسبوعي ده بيبقى واحد مثلا كل حاجه متخططه، وفي كل واحد قال لا بلانر بتاعك معاه بلانر ربنا يديله الصحه الحقيقه ممتاز ممتاز يعني،
يعني اخوي ده يعني بيقول لي استاذ، اقول له ده انت الاستاذ دلوقتي. هو الحقيقه يعني تخصص في البلاننج وفي المانجمنت، يعني حاجه جميله يعني. فالمهم مخطط كل حاجه، بس احنا بقى ايه، في حاجات ساعات رفيعه، موقع مثلا محتاج مثلا ماتيريال معينه مع يعني اسبوع اللي وراه او حاجه، يلاقيها مثلا في موقع تاني. يبقى احنا قاعدين اسره، حاجه حقيقيه. اما بتكلم حاجه حقيقيه انا بتكلم اللي هو الريال براكتس، ما حدش يقول لي بقى ده الكتب بتقول كده ولا كده، ده بقول حاجه حقيقيه للي عاوز فعلا ينجح في اداره مؤسسه او اداره شركه او اداره مشروع. اداره مشروع بس له اسئله حاجات تانيه، يعني حاجات اضافيه في المشروع، يعني المشروع شورت تيرم بتاعه. فالمهم لدرجه يعني كان ابن اخت المدير العام ده موجود معانا مره في اجتماع، لقيته بينط سعيد جدا، وبالمناسبه هو اللي ماسك الشركه لغايه دلوقتي، سعيد جدا بيقول احنا لو كلنا روحنا الشركه دي هتمشي صح. مدير عام الشركه جه بعد شهر ونص، اول قرار اخده ايه تعتقدوا؟ طبعا انا مش هفتح المايك عشان اسمع القرار، انا هضحكه بس. اول قرار اتخذه قال الشركه دي ما اتفقناش احنا الاثنين مع بعض، متشكرين. فيعني لازم اقول لكم حاجه، محدش لا يكتئب ولا يزعل لما يلاقي اللي هو في دماغه ما بيتنفسش، او وتفوقك ده مش ما بيغركش ابدا، لان ربنا دايما ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فانت في خلال حياتك زي ما قلنا تمسك العلم بايد والعمل في الايد الثانيه، وده مصمم ان انت تعرف ده وتعرف ده مع بعض. وما دام انت يعني ماشي بمرض الله، وما دام انت يعني ماشي صح، وفي رولز انا فاهم انت صح ولا غلط. احنا في اول محاضره اتكلمنا على الكومبيتنسز، موجود فيها الثلاث حاجات، البيبل والبرسبكتيف والبراكتس. فيعني ايه دي قصه كده سريعه عشان ايه ما حدش يزعل لما يقابله حد. اشتغلت بعد كده في شركه انترناشونال، وكان اللقاء ان سكندز، شركه فرنسيه يعني ان سكندز، يعني سلام عليكم وعليكم السلام. ثاني يوم كان في حاجه احسن بكتير بكتير، ريفينيو سيستمز وكل حاجه، وعملت فيها اللي انا عايز اعمله. فالمهم اقول لكم عشان يعني ايه ما حدش يلاقي مشاكل في حياته، او يلاقي مثلا بروبلمز من قبلها تاكلينج ولا حاجه، يقول لك خلاص ده ما فيش امل، لا ده ما فيش عارف ايه، لا ده احنا مش عارف مصريين مش عارف ايه، لا ده احنا عرب مش عارف، لا الكلام ده كله غير وارد. يعني الصين كلها قامت ب ب ب ب ب ب ب بواحد بواحد عراقي كان في 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 في, في, في انجلترا. كل نهضه الصين قامت عليه في الثمانينات لما حبت انها تبتدي تعمل. ما حدش يتهم، لا يتهم العروبه ولا يتهم الدين ولا يتهم حاجه وان هي غلط، لا الغلط رفض السيستمز ورفض العلم ورفض التكنولوجي ورفض التغيير. Responsibility for change، احنا بقى لنا قد ايه؟ انا مش حاسس بالدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الساعه 10 و 11 الا تلت. لا لازم نجري شويه، معلش هنجري بقى شويه، هو فاضل الكلام فاضي يعني كلام حق. بص ريستايز بس مش اكتر. Responsibility for change بقى بتيجي من ايه؟ من internal expert والاكسترنال اكسبرت او كونسلتنت. يعني بيبقى عندك من جوه، يعني انا غالبيه التشنج مع التشنج اللي انا عملته جوه كاربوريت كنت انا جوه، ما كنتش خارجي في الغالبيه. عملت حاجات من الخارج، كتغيير سيستمز ك ك ك ك ك ك امبروفمنت ك كلام من الاخر، لكن في الغالبيه الاعمال بتاعتي كنت دايما في الانترنال اكسبرت. Change might be planned and implemented by expert managers inside the organization. وانت جوه الاورجنايزيشن بتغير. فيها ميزه ان انت عندك لويالتي، انت حاسس ان المكان ده او اي مكان تشتغل فيه مهما كبر او صغر من اول يوم لازم تحس ان ده بتاعك. واللي بيشتغل معاك لازم اما بيحس بكده هو بيبقى نفس القصه، وان انت قلبك على المكان، وان انت يعني ايه انت في فوق في التوب مانجمنت. ما ده عشان بقول لك عليه، مش معنى بقول ان انت في الانترميديت مانجمنت في التوب ليفل او في اللو ليفل ان انت يعني لا يعني ان انت بمنتهى الحب بمنتهى الرغبه في الاصلاح بمنتهى الرغبه بعطاء
اخر 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 ما عندك في الاصلاح في التشنج لاهداف واضحه. طيب الاكسترنال اكسبرتس او كونسلتنتس دي مهمه جدا. بمعنى ايه؟ يعني انا ما ببقى من جوه السيستمز برضو يبقى في ناس واخده على ان انت بتشرح حاجه معينه. فلما تيجي يعني انا الحقيقه انا غالبيه نجاحاتي وانا انترنال او يعني الاثنين حاجتين يعني، لكن وانا جوه بنقدر نتصرف مع الناس تبقى يعني ببقى خلي بالك مش سلطه، مش ان انت مثلا في ايكو سي مانجر ولا انت جنرال مانجر ولا لا لا لا. ان يعني انا يعني برضه في شركه الاسكندريه هنا انا زرت قريب لقيت عنده مهندسين من ايامها، مهندسين بقى لهم دلوقتي كام سنه؟ يعني قولوا مثلا بقى لهم حاجه و20 سنه و20 22 سنه معايا ما اتغيروش، هم بس كل واحد يترقى طبعا، اللي كان جونيور ايامها دلوقتي بقى بروجكتس مانجر بقى. فالمهم بحب، وعلى فكره في حاجه اسمها الاداره بالحب ودي طلعت في اوائل الالفينات. فيعني القصد ان ايه؟ ان مش انا البروجكت مانجر، ان انا بقى اللي يعني الواد اللي هو وانا بقى اللي لازم مش عارف ايه. زي ما بقول لك واحد صديقي كان بيقول لي المهندس عندي لازم حاطط له كده زي الحصان، وهو الهدف بتاعه بيقعد قدامه ما يتحركش وريره يعني. لا المهم في الاكسترنال اكسبرت او كونسلتنتس change might be also planned and implemented by experts and consultants outside the organization to avoid bias. bias اللي هي الايه؟ التحيز. يعني انا بشتغل في مكان بيبقى فيه برضه ايه يعني زي ما بقول لك ايه، العين الغريبه تشوف حاجات انت ما بتشوفهاش. يعني انا ممكن في البيت عندي تفضل عندي صوره معوجه كده بقى لها مثلا 20 سنه، يجي حفيدي اللي عنده 3 سنين يقول لي دي يا جدو دي معوجه، وانا 20 سنه شايفها عيني واخده عليها. لما بتبقى عين جديده او عين من الخارج بتشوف حاجات انت ما بتشوفهاش، نمره واحد. نمره اثنين لو انت بتشتغل في مكان يبقى في ارتباطات عاطفيه بقى، تبقى عايشين مع بعض، بنعيشوا مع بعض زي ما بنقول عندنا، قابلتوا مشاكل مع بعض وحللوا حاجات مع بعض، فانت برضه بايه؟ غصب عنك بتلاقي في بيئه اللي هو يبقى ايه؟ انحياز شويه لحد. لما بيبقى هيبان دلوقتي بعد كده في السلايد اللي بعد كده اللي من بره مش هيبقى كده، عشان الاكسبرت ده بيعمل اسسمنت 100% علمي، ما فيهوش اي تحيز ولا في حاجه. And to benefit from their specialized knowledge and experience. انت لما تبقى في مكان واحد غير خبرتي بتشتغل في حتت كتيره. يعني انت في مكان واحد انت نفس البروسيجر نفس البروسيسز نفس الناس نفس كل حاجه. ف يعني انما اللي بيبقى اكسترنال اكسبرت بيبقى ايه؟ مر على حاجات كده وقابله مشاكل كتير وقابله شركات تعبانه وقابله شركات كويسه، فبايه بنستفيد بالاكسترنال اكسبرت ببساطه بايه؟ change might be also planned and implemented. might be لازم تبقى مخططه وimplemented. يعني عشان لما بيجي يعمل حد من اكسترنال بيجي يعمل سيستم، او هنتكلم على الكلام ده في 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 اللقاءات بتاعت الكواليتي اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله بس مش في رمضان، بعد رمضان لانها حاجات طويله شويه. انا بحاول في رمضان بنعمل حاجات ايه؟ يعني كده سريعه يعني. هنعرف ازاي وفكروني او انا هقولها يعني بس هقولها. ازاي التشنج ده بيحصل وانت بتعمل الكواليتي سيستم بتاع شركه ما عندهاش ايزو مثلا؟ هنتكلم عليها. طيب external experts or consultants change might be also planned but planned and implemented by experts and consultants outside the organization to avoid bias and to benefit from their specialized knowledge and experience. النولج والاكسبيرينس اوسع واكبر بكتير جدا 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 من اللي قاعد في المكان. يعني احنا ما حدش فينا اتولد كده، خلي بالك. يعني انا مش احسن من حد. في شباب ما شاء الله عليه، يعني احنا بس يعني اشتغلنا في المنطقه العربيه كلها من هو الخير. يعني زياره فرنسا بس زرتها مرتين ثلاثه ولا حاجه مع اولادنا ومع الشركه اللي كنا بنعملها الايزو. لكن خبره اساس هنا في مصر، في مصر اساس الخبره واساس النولج في مصر. الابلكيشن كان بقى هنا في هنا وغالبيه دول الخليج ما عدا دولتين بس، بحرين وكويت مش عارف شو، انما كل اليمن والسعوديه وقطر وابو ظبي يعني اشتغلنا في كلامهم واخره. فدي ادتنا خبره وفيوز للابلكيشن.
انما اصل المواضيع كلها احنا خدناها من هنا من الاصل. يعني محدش يعني يستهين او يقلل من خبرته اللي بياخدها في مصر، خصوصا تشتغل مع ناس يعني قامات زي اللي احنا اشتغلنا معاهم اللي اتعلمنا على ايديهم وبنفرحهم عليهم وقت النهارده. يعني المهندس زكريا الوكيل، المهندس صلاح عازر ربنا يديله الصحه، استاذنا الفاضل دكتور محمود حلمي، دكتور محمود، دكتور جوده، الدكتور عادل بركات الله يرحمه. الناس اللي هي تحس ان انت لما بتدخل لها مكتبها وبتسالها على حاجه بيسيب اللي في ايده عشان يرد عليك، ودي الامانه. يعني ولما هتبقوا شباب زينا كده هتعرف ان متعه العطاء اجمل بكتير واعظم من الاخذ. دي احنا اتكلمنا عليها، لا في ما مش عارف مش فاكر والله، احنا اتكلمنا على عن ماسلوف بقى وعن الكلام ده كله ولا لسه، لكن هنتكلم عليها اذا كناش قلناها. يعني The latter approach maximizes the advantage of other approaches taken separately, it reduces bias, avoids diseases, and increases cooperation. يعني لو انا اخذت من هعمل تشينج بناس من جوه التنظيم لوحده بيبقى اقوى منه ان انا يبقى عندي اكسترنال اكسبرت عدى عليه حاجات كثيره جدا، عدى علينا حاجات كثيره جدا، عدى عليه مشاكل كثيره جدا ما تكونش عندي. فاللي عدى عليه الكلام ده كله بيعمل ايه؟ واضحه قدامه انت موقف رائع ازاي؟ يعني من فضل الله سبحانه وتعالى لما بنشوف شركه، ودي حصلت كثير جدا من اول لقاء مع مدير عام الشركه او مع الناس، يعني بقول لهم كده يعني ايه كل سنه طيبين، انت هتقعد بعد كام سنه شركات كبيره خلي بالك، ومش مصر بس، في السعوديه قصدي في الخليج عموما يعني. وحصل شركات وقعت قدام عينينا، يعني الناس قلنا لهم انتوا اربع سنين هتقعوا، اربع سنين باليوم وقعوا، ده مش مندل، دي حسابات وتوقعات. اللي بيرفض التغيير واللي بيرفض التحسين واللي بيرفض ان هو حد يعتقد برضه، يعني كان زمان يقول لك ايه؟ يقول لنا ايه؟ ان المقاولات دي استغفر الله سرقه، ويقول لك يعني انا عندي مدير مثلا حرامي لكن منجح للشركه وبيقسمني هو الى اخره. لا كلام مش صح. وواحد تاني كويس جدا وكده لكن بيخسر للشركه، هو مش بيخسروش وبيكسبه اقل من الحرامي. في الاخر انا بوصل للنتيجه النهائيه وعن تجارب شخصيه وعن تجارب خلال حياتنا ان الاستمرار وال 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 والرعايه اللي من ربنا ومن المجتمع ومن الانظمه للانسان النظيف اللي هو بيحافظ على قيمه، بيحافظ على الصدق والامانه زي ما اتعلمنا من عليه الصلاه والسلام. اول حاجه عندنا الصدق والامانه، يليها بقى ان انا زي ما قلنا ماسك بايد العلم والليتست سيستمز في العلم، وماسك بايد الثانيه ايه؟ التكنولوجي، ماسك في ايدي الاثنين وبتطور في الاثنين ما بقفش. لو وقفت انسى، هيجي لك شاب يعني شباب كده يكون مفتح ومصحصح. وانا برضو انا مش مانيش مع كلمه ان احنا كنا اجيال اللي بعدين اوحش مننا، لا لو قلنا كده يبقى احنا اللي فشل، احنا واقف نطلع اجيال بعدين. انما المواقع الشباب في شباب اكتر من رائع، وشباب انا كنت بحضر لهم محاضرات شخصيا في السعوديه، كانوا يعني شباب ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله، شباب قد ولادنا واصغر كمان. فالشباب الحقيقه بركه في الشباب اللي هم المستقبل، الجادين منهم وبنشوفهم كتير جدا. مش عايز اشك في المهندس عمر لانه طبعا غني عن التعريف، وغيره 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 وغيره، ومحمود مؤتمر، كل الشباب الحقيقه اللي شغالين في تبين قريب انا شايف فيه، شايف امل كبير وشايف رؤيه جميله للمستقبل احسن ان شاء الله. طيب دلوقتي الابروش ماكسمايز ذا ادفانتج اوف اذر ابروشز، فالميزه في التغيير لما يبقى عندك ناس من اكسبرت من جوه واكسبرت من بره، لما عندك الحاجتين الانتماء بالنسبه للي شغال جوه، والعلم اللانهائي او الخبرات في مجالات كثيره للايه؟ للاكسترنال اكسبرت. طيب reasons to change، اعتقد ان دي لا في واحده ثانيه كمان او اثنين كمان، اثنين كمان خلاص يعني اخر ايه ثلاث سلايدز يعني عشان بس ما تنزلش اللي اعتزها. يعني this is to change is frequently resisted by those at whom it is targeted more precisely. People may resist
both are freezing and change. يعني عادة في change management في رفض change management. يعني لو واحد بيشتغل بقاله 25 30 سنة بشكل معين في شركة وهي كده مش هيوافق بسهولة على ان يحصل تشينج، مش هيوافق بسهولة انك تشتغل بس بالكمبيوتر. يعني انا في يوم من الايام كنا في الثمانينات انا كنت واخد الكمبيوتر بتاعي انا بتاعي البرينتر بتاعي وموديه الشغل، كان لسه كنا بنشتغل بالاكس تي وكمبيوتر زي شغال على على على, على على شاشه التلفزيون. تجيني مكالمه من المدير عام الشركه مش عايزين كمبيوتر يا عم. فانت بتلاقي خلال حياتك ان بيوارد البوث الانفريزنج ان انت تفك الجمود. ما في جمود، يعني انت دلوقتي لما تقف في مكانك تشتغل بشكل معين بطريقه معينه طول حياتك ده جمود. لا يعني انت خلي دايما دي في يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا عندي ابني شغال شركه كبيره جدا واريا مانجر كبير دلوقتي وخلص الدكتوراه بتاعته في الاستراتيجيك مانجمنت. قلت له خلي بالك اوعى تسيب حد تحت ايدك يعرف حاجه انت ما تعرفهاش. انا مش بقول له ادخل ان ديب، لا انا بيبقى عندي انا استراكشر انجينير، معايا استراكشر انجينير دلوقتي تو ذا ليتست بقى شغال بالبيم وشغال بالليست سيستمز وشغال بكل حاجه على دماغي انما انا ابقى فاهم هو بيعمل ايه. يعني انت بروجكت مانجر مش هطالبك ان انت تبقى بلانر ولا تبقى تكنيكال اوفيسر، لا تبقى فاهم الكلام ده من اخره وعارف التطورات اللي حصلت ايه وتتابع كل واحد بيشتغل ازاي. ومحدش يدعي ان هو مثلا احسن من الكيو اي كيو سي مانجر الموجوده ولا ترتيب كيو اي كيو سي وبندرسها واخره واخره. احنا بنتكلم مين؟ لمدير المشروع. انما التخصصات بقت بس انا بقى عارف لما يجي واحد يكلمني يقول لي انا بشتغل بالسكس سيجما بنشتغل مثلا باللين بشتغل باي حاجه ابقى عارف انا بشتغل زي كبروجكت مانجر. يبقى الليتست سيستمز الليتست، مش بقول اخش ان ديب او مش بقول اخد شهاده في الكلام ده كله اول اخره، لا انت متخصص في حاجه معينه. انا ستراكشر انجينير اخد شهاده مثلا في البروجكت مانجمنت واطور بقى كل يوم. فده يعني ايه يعني برضه معلش ده مش بره السياق لكن ده الهدف بقى بتاعنا من لقاءاتنا ومن بحب ان انا دايما يعني ايه نقوله عشان برضو ايه نعرف ان كل شباب وكل الناس اللي قاعدين معانا من فضل الله سبحانه وتعالى ابنائنا وفيهم احفادنا الدنيا احسن بكتير وهتبقى احسن بكتير جدا بالالتزام بالكلام اللي بنتكلم عليه دلوقتي. فالمين اللي هيرزيست بقى التشينج؟ الناس المستفيده منه. يعني انت دي كانت في فرنسا كنا قاعدين في 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 لقاء في فرنسي في فرنسا وكده قاعدين بيتكلموا على الايه الكوربشن لا كوربشن. يعني ايه الكوربشن؟ يعني كومو ريزيست لا كوربشن هاو تو ريزيست الايه الكوربشن. فقاعدين بقى بيتكلموا مين جامعه بقى قاعدين يتكلموا. انا رفعت ايدي يا اخوانا الكوربشن ده قلبه من اسهل ما يكون. حط على راس اي تنظيم او اي شركه او اي مكان انسان فاهم ومخلص ونظيف. وطبعا الكاركتيرستيك بتاعته بقى علمي والى اخره. واعمل عنده سيستم. لو عملت سيستم زي الايزو مثلا بس يتعمل مش مجرد ورقه او شهاده قلت لهم مش ده بيوصل لك الكوربشن انه ينزل بنسبه 95 96%. لدرجه 3 4% دي بقى اللي ايه؟ لان انت لما بتبقى عندك بروسيجرز وبروسيسز والكلام ده كله كل واحد مرتبط بحته مش ممكن هيبقى فيه الخروم بقى اللي كل واحد اخترعها بقى عشان ياخد حاجه شخصيه او اخره ما بتبقاش سهله. ده جوه باريس جوه جامعه جوه باريس. فالمهم يعني محدش يقول بقى ده الكلام ده احنا مش بنطبقه احنا مش بنعمله. يا بلاش بقى الكلام ده كله من الشباب كتير جدا بقول له اوعى تاخد بهذا الكلام. انت قدامك هدف قدامك طريق ان انت عايز توصل لمستوى انترناشونال مستوى ان انت لو دخلت اي انترفيو باي لغه انت عارفها لو تعرف انجلش لو تعرف عربي لو تعرف فرنش لو تعرف جيرمان
لو تعرف سبانيش، لو تعرف ايطاليان، يبقى انت واقف كوميكفو زي ما بقول فرنساوي، انت واقف كمدير مشروع عارف كل حاجه، عارف، خلي بالك مش متخصص. ما تقوليش بقى تعالى اتخصص معاك بقى، ما تسالنيش بقى في الرفايع بتاعت مثلا السكس سيجما او اللين سكس سيجما او مثلا السكرام، السكرام او الاجايل، يعني ده بس اللي يبقى فاهم الناس دي بتشتغل ازاي وعارف ازاي كمانجر. خلاص. Resistance to change occurs when people either overtly or covertly fail to support the change effort. مقاومة التغيير بتحصل مع الناس، شوف هنا بقول ايه؟ احنا دايما بنقول ايه؟ overtly او covertly. ال overtly اللي هي ايه؟ يعني احنا دايما يعني بنقلبها هنا في العربي. اللي هو سرا وعلانية. اوفرتلي اللي هي علانية وسرا. فاحنا لما نيجي نتكلم بالانجلش بنقول اوفرتلي الاول وبعدين بنقول ايه؟ سرا وعلانية. احنا بنقول سرا وعلانية الاول، يعني بنقول كفرتلي الاول وبعدين علانية اللي في الثانية، وكفرتلي عن اوفرتلي. اوفرتلي. لما الناس في السر والعلانية بتفشل ان هي ايه؟ انها تسند التشنج ايفورت. يعني لو عندك الناس مش سبورتنج للايفورت بتاعت التشنج مش هينجح، مش هينجح. انما لازم يكون في رؤيه واضحه زي ما اتكلمنا قبل كده، ولازم يبقى في ناس عايزه فعلا تعمل التغيير، وناس عندها تارجت عشان تصلح يا اما مشروعها او تصلح شركتها او تصلح وزارتها او تصلح اي حاجه. ده بيبقى في رؤيه واضحه وفي استراتيجيك بلانز في كل انواع هذا الكلام. Several reasons might explain resistance to change. في كذا سبب بإيه ممكن تشرح ليه في resistance to change. The politics and self-interest. في سياسات جديدة لما أنت بتيجي تغير تعمل change management، في سياسات دي اللي بتتحط. هنا self-interest بقى اللي هي الإيه؟ المصلحة الشخصية. أنا حاسس، بحس، أول إحساس بيجيني وأنا شغال في حتة 25 سنة إن الشانج ده هيبقى ضد مصالحي الشخصية. بصرف النظر بقى، يعني أنا برضو إن شاء الله بإذن الله في إن شاء الله برزنتيشن هنعمله بس قدام شوية عن علاج الفساد، أو مش الفساد، علاج شركات المقاولات، أو يعني في شركات المقاولات. يعني دي حاجة يعني أي لايك إت، يعني لأن دي حاجة عامة والناس دي فاكره ان المقاولات قايمه على الفساد وقايمه على السرقه، والكلام ده كله غلط، وهنشرحه ان شاء الله في البرزنتيشن، هنجهزه ان شاء الله وهنعرفه. بوليتكس اند سيلف انترست، السياسات والايه وسيلف انترست. عشان كده احنا كنا بنتكلم وكنا بنقول ان لازم كل واحد جوه التنظيم يعرف ان التشنج اللي احنا عايزين نعمله ده بيه وله. يعني انا هعمل التشنج ده، إدارة المانجمنت بتاع التشينج بالناس وللناس، يعرف إن ده لمصلحته والإيه؟ وهو اللي هيعمله. لو انديوس توليرانس فور تشينج، يعني في ناس عندها ما عندهاش يعني الانديوس، يعني اللي هي يعني التوليرانس بتاعته مع السماحية بتاعت التغيير بتاعته واطي قوي. doing tolerance for change، واطي للتغيير. يعني زي اللي كان مثلا قعدنا مده مش معايا مع الطرابيش. الطرابيش كانت يعني ايه؟ رمز من الرموز. ناس قعدت لغايه يعني الثمانينات بتلبس الطرابيش وماشيه كده، يعني مش بقول حاجه، انا دلوقتي خلاص ده انقرض. لكن ايه؟ هو متمسك بده. عشان تقول له لا ده خلاص بقى دلوقتي ايه؟ لما السيد درويش كان بيغني بيقول ادوات البرنيطه بلا دوشه بلا زيطه، معلش حته كده يعني ايه فن. فالمهم يعني ايه؟ ان اللي بقى متمسك مش عايز يتغير، ده يعني دي احد الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الناس ان التشنج ما ينفعش. مس اندرستاندينج تولرنس فور تشنج، اللي هو ان انا مش فاهم السماحيات عشان اتغير. فاهمين حاجة ازاي؟ يعني هي هو الموضوع لا هو سهل ولا هو صعب، هو بيحتاج الكلام اللي احنا كلنا قلناه عشان تتغير،
والتغير ده تحسين مستمر. يعني انا لو شركه في التوب وبكسب ملايين، لا ده انا اعمل تغيير عشان اكسب مليارات. خلاص، وزي ما قلت لكم قبل كده، يعني في مطلع حياتي قابلت صاحب شركه فرنسيه في مشروع هنا في اسكندريه، كان جاي ياخد المشروع وجاي بيقول لي انا وارث الشركه دي عن جد ابويا، انا هو كان رابع جيل. بمعنى ايه؟ او اخيد اول عملها زي عندنا هنا، يبتدي سباك، يبتدي نجار، يبتدي بنا، يبتدي زي ناس كتير، مش عايز اقول اسماء دلوقتي، الناس اللي كانت موجودين قبل 52، وبعد كده بقى شركات كبيره، وبقى دلوقتي ايه؟ شركات انترناشونال دلوقتي في شغل في العالم كله. فالتحسين المستمر ده دي حاجه طبيعيه، دي ظاهره، يعني ربنا ما خلقش حاجه ساكنه زي ما قلنا في اول الكلام اللي احنا بنقوله. We understand the tolerance for change اللي هو عدم فهم السماحيه او التوليربل للتشنج يعني. طيب the reasons to change هنا ايه؟ اسباب التغيير. احنا هنا فين؟ ده احنا في اخر خلاص اخر ايه؟ اخر اثنين. lack trust نقص ثقه. الناس اللي بتعمل تشنج دي انا مش واثق فيها كده يعني، يعني حاجه يعني بتبقى ايه؟ تقول له طب مش واثق، يقول لك كده يعني هو معتاد على ايه؟ فهو مش واثق ان في الكلام ده، يعني reasons to change. في lack trust يعني ده سبب من الاسباب اللي لازم نغير. different assessments of the situation الاسسمنت اللي هو التقييم، في تقييمات كثيره يعني يعني مختلفه، واحد يقول لك ده دي شركه خسرانه، واحد يقول لك دي شركه كسبانه، واحد يقول لك ده الناس اللي في الشركه دول وحشين، ولا يقول لك ده كويسين، وهكذا. دي اسسمنت سيتويشن للموقف نفسه. resistant organizational culture يعني ايه؟ يعني organizational culture اللي هي الكالتشر اللي هي الثقافه، ثقافه التنظيم. يعني يعني انا لما بدخل بعمل سيستم او حاجه بفكر فيها التنظيم بتاعي بعد ما اعرف الاهداف بتاعتهم الاخر، عايز اعمل ايه والانتاج بتاعي شغال ايه، بحط اوريجنال شارت ماشي مع البروسيس او اللي انا بشتغل بيه في الشركه. لو انا بعمل اولاد، اول حاجه مثلا البيزنس اكوزيشن، بعد كده الستاديز اللي هي الكوست ستاديز، وبعدين برايس ستاديز يعني البيدنج، وبعدين باخدها التكنيكال اوفيس، وبعدين خطوه 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 لغايه ما بعمل ايه اوريجنال شارت بتاع زي ما اتكلمنا ازاي اعمل اوريجنال شارت. اكزيست اوريجنال كلتشر نون بارتيسيبيشن اوف اذرز ات ذا لور ليفل اللي هو ايه؟ ان اللي بنسميه اللور ليفل يعني في زي ما قلنا في فيرست ليفل في الهرم فيرست ليفل، وفي ميديوم ليفل، وفي لور ليفل. خلاص؟ لازم الناس دي كلها تبقى مع بعض. يعني اللي دخل شويه في توتال كواليتي مانجمنت عارف ان في مثلا الكواليتي سيرتوز والكلام ده والاخر دايما، حتى لو في جروب من اللور ليفل لازم يبقى في معاهم واحد من الابر ليفل، لو في جروب من الميدل ليفل لازم يبقى واحد من الايه من الليفل اللي فوقيه، بحيث ان السايكل او الارتباط تبقى ايه دينا بعضها ماسكه في بعض يعني، وكله فاهم كله عارف. An adequate budget for change is not available اللي هو البادجت الميزانيه المناسبه للتغيير مش افيلبل، ما عندكش ميزانيه مناسبه للتغيير. وده على فكره بتبقى محدده، خلي بالنا يعني بنقدر نعمل ايفاليويشن، لا يعني تبقى مثلا فوق 10% فوق 10% تحت ماشي، لان يعني ستبس والناس في ناس النهارده بتشتغل في تشنج مانجمنت متخصصه، هي طبعا اقدر. انا يعني انا يعني في ناس تخصص في تشنج مانجمنت وبتعمله وكلام من الاخر، احنا عملنا كلام نقول خلال حياتنا هو الى اخره، لكن في ناس تخصصت واشتغلته وعارفه وعارف ابعاد كتير جدا، وممكن تسمع منها كلام كتير جدا اكتر من ده. لكن انا بتكلم على ايه؟ البراكتيكال، وعلى يعني الربط ما بين الاثنين. زي ما بقول احنا ك ك ك كبروجكت مانجرز او ك ك ك ككوربريت مانجر لازم ابقى حدودي فين في المعرفه، يعني يبقى عارف كل في كل المجالات اللي انا بشتغل فيها واللي انا بدأها. ineffective communication. ineffective communication يعني ايه؟ احنا اتكلمنا على communication على فكره، واتكلمنا على team building، واتكلمنا على ال communication كل انواعها. خلاص؟ فال communication بتبقى ineffective
ما فيش كوميونيكيشن صح بين الناس وبعضها، ده طبعا ده حاجه يعني. عشان كده احنا دايما بنتكلم بقول ايه الاورجنايزيشن بيهافير من ضمنه الايه الكوميونيكيشن. فلو الكوميونيكيشنز مش ماشيه صح ما بين الناس اللي في 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 التنظيم نفسه، في صراعات جوه التنظيم. ياما شركات بنشوفها، واعتقد اتكلمنا على الكلام ده، ما كنا بنتكلم على قصه شارت، اما كوميونيكيشن ما بين الفانكشنز الفانكشنال مع بعض او السكند ليفل مع بعض اللي هم ما قلنا في بنتكلم في الفيرتيكال، لو في كوميونيكيشن بينهم بعض مش متظبطه ادينا بتبوظ. اللاك اوف كونفيكشن، لاك اوف كونفيكشن اللي هو الايه؟ نقص الايه؟ القناعه، مش مقتنع بالايه بالكلام. طيب ديلينج بقى ريزيستنس، هنتحرك ازاي في الريزيستنس اللي هو ايه؟ التعامل مع التغيير. In order to reduce resistance to change, manager should consider the following. عشان نقلل مقاومة التغيير، على فكرة دي آخر سلايد، عشان إيه الناس اللي يعني إيه كتر خيرها استحملتنا. In order to reduce resistance to change, manager should consider the following. عشان أقلل مقاومة التغيير لازم يتعمل الآتي. Don't impose change. ما تفرضش التغيير. كل ما انت نجحت ان اللي بيشتغلوا كلهم حاسين باهميه التغيير وان هو لمصلحتهم وان الشركه لما هتتنظم وهتكبر هيبقى كل واللي فيها بيكبر معاها، وهي دي مصلحه الجميع مش مصلحه مش جاست مصلحه التوب مانجمنت. التوب مانجمنت برضه ما هو بيكبر، ما هو كله بيكبر. لو انا بعمل تشينج مانجمنت الهيركي بتاعت الاوفيس شارت بتبقى مثلا اكبر، بتبقى انا الحجم الشغل بيبقى اكبر، كل حاجه بتبقى احسن، فكلنا بنكبر مع بعض. Persuade people for change through education and communication. يعني اقنع الناس ان التغيير ده بالeducation التعليم بالcommunication. يعني نخلي بيننا وبينهم احنا بنعلمهم وبنعمل ايه كوميونيكيشن معاهم. يعني مش مجرد ان انت ادي محاضره كده ناشفه جامده وكده وبتاع لازم تعمل وتعمل، لا كوميونيكيشن لازم تخلي الناس اللي هتشتغل في التشنج مانجمنت كلها حابه الموضوع مهتمه بيه، عارفه ان هو بسيط وعارفه ان هو ليها مصلحتها وعارفه ان هو هيساعد ان هي ايه البيست كارير لكل الناس اللي موجوده. طيب seek acceptance and support for change. يعني ابحث عن ايه؟ عن الموافقه والسبورت للتغيير. يعني كل ما كان الناس متقبله وسانده التغيير هتلاقي نجاح كبير قوي، هتلاقي ريزيستنس بتقل. People who be affected by change should be involved in this design and implementation. الناس اللي هتتاثر بالتغيير لازم تبقى موجوده جوه التصميم والتنفيذ بتاع الايه الكلام ده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقتي يا ابسط مثال اللي هو الايزو هنتكلم عليه، هنتكلم عن هاو تو دو سيستم في ايزو سيستم، هنتكلم عليه والابلكيشن بال 2015. خلي فكر انا في متخصصين في الايزو اخواتي وحبايبي واساتذتي، انا هتكلم عليه كابلكيشن للبروجكت مانجر او للايه للكوربريت مانجر مانجمنت. انما التخصص نفسه هو يعني كل الترم والكلام ده كله انا هقوله على حضراتكم. اي حد حابب الكواليتي مانجمنت يروح بقى يتخصص في الكواليتي مانجمنت. اي حد هنتكلم برضو عن المكتب الفني، كل واحد عايز يتخصص في حته ماشي. يعني انا نفسي بحاول ان انا اخش في البيم دلوقتي، يعني لسه دلوقتي ما نجحش ان انا يعني اخش فيه زي ما انا عاوز. انما لازم في اساتذه كبار بقى اللي هم فاهمين كل حاجه من هذا الكلام اسمع لهم واتعلم واعرف، لان كل يوم كل يوم كل يوم في تغيير، كل يوم ده بقت النهارده كل دقيقه. It's okay. The people will affected by change should be involved. لما الناس اللي هتتاثر بالتغيير هتبقى موجوده وبتصمم بنفسها وبتطبق بنفسها هتحس ان دي حاجتها فايه؟ هتلتزم بيها وهتحبها وهتحافظ عليها. Bargain and negotiate to avoid resistance. Bargain يعني ايه؟
برجن يعني ساوم، اللفظ بتاعها ساوم. انا بقول لكم الكلام ده عشان بس ايه ترجعوا تاني بقى للفيديوهات، سواء بقى في الـ في الـ مع المحاضره بتبقى على بعضها خلاص. برجن نيجوشيت، نيجوشيت وايه وفاوض، يعني ايه ساوم وفاوض عشان ايه تو افويد ريزيستنس، ان انت يعني ما يبقاش عندك ريزيستنس. ريديوس فير، قلل الخوف والقلق by explaining the possible benefits of land shares. قلل الخوف والقلق بايه؟ بشرح المكاسب المحتمله والحقيقيه للايه؟ للتغيرات. اي اسئله؟ مش هقولكم استودعكم الله دلوقتي، لان طبعا ايه في انتظار اي اسئله وتحت امركم. و thank you very much. ايميلي موجود، اي حاجه موجوده هنا في مع البيم اريبيا، اللي هي يعني بيت العيله بالنسبه لاي حد عايز يعني ايه يعني. ونشكر مهندس عمر السليم تاني، وشكر ما ينفعش ولا كلام ينفع، وبشكركم جدا، وانا في انتظار اي اسئله. مش هقول لكم دلوقتي السلام عليكم، لا شوي نشوف. باشمهندس عمر، باشمهندس اللي موجود اللي بيدير ال السلام عليكم دكتور. اتفضل الله يبارك. اهلا بيك يا فندم. شوف بقى لو في اي اسئله، في اي حاجه، احنا ايه احنا موجودين يعني. لو في اي حد يا جماعه عنده اي سؤال ممكن يبعت في الشات او يعمل رايز هاند. باشمهندس عصام اتفضل. الو مساء الخير. مساء الخير. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك حبيبي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. نتشرف فيك. شكرا لك على المحاضرة الممتعة. الله يسلمك عصام. النت في حاجة معلش. حاول يعني. سامعني حضرتك؟ أنا كده سامع. كنت عاوز اسال بس بالنسبه لاخر الشريحه اللي هي التغيير، مقاومه التغيير. هل في معايير معينه ممكن، معايير دوليه او عالميه ممكن نضعها للموظفين من اجل مقاومه التغيير؟ يعني عمليه اضعاف مقاومه التغيير. عملية الإقلال من مقاومة التغيير، زي ما تفضلت حضرتك التفاوض والمساومة وغيرها من الأمور. في معايير دولية ثابتة لإضعاف عملية التغيير؟ لأن التغيير دائما يواجه من قبل الموظفين أكثر من المدراء وأكثر من الإدارة العليا. الإدارة العليا دائما بتحب التغيير عشان زيادة الإنتاجية والكفاءة. أنا مش معاك. في إدارات عليا كتير ما بتحبش التغيير، أو بتبقى يعني إيه زي ما قلنا. وكلام حضرتك بتسأله ده موجود هنا. يعني إزاي أنا أعرف التغيير؟ يعني don't impose change. يعني دي قواعد اللي هي البراكتيكال. واخد بالك؟ نعم. براكتيكال. يعني نعم. عشان يعني أعمل التغيير ما أفرضوش. يعني أدي دي الشريحة حضرتك بتتكلم عليها صح؟ نعم يعني أيوه. التغيير لا يفرض. أولاً المبدأ الأساسي، انت عشان تعمل التغيير لازم تبقى سبورتد من التوب مانجمنت. نعم اكيد سبورتد وريكوايرد. اذا التوب مانجمنت عنده 1% من الرفض او مش او عدم الاقتناع، انسى انك هتغير، انسى انك اكيد هتغير. صح، هيضعف التغيير. التغيير بالحاله ديت مش هيتعمل، مش هيتعمل كمان. صح هيتعمل. كلامك مش هيتعمل. فالمهم فدي قواعد كلها موجوده. يعني في الاخر برضه ده ملخص بتاعها، ان انا ادير ازاي مع ريزيستنس. يعني دي السلايد الاخرانيه دي بتاخد ملخص للمحتوى العام بتاع الريزيستنس نفسه. يعني don't impose, persuade people to change through education and communication, seek acceptance. لان هو التغيير زي ما قلنا من الاول خالص ده في البيبل. نعم. في systems, في البروسيدورز، في البروسيسين. صحيح. في كل حاجه. يعني صحيح. هي دي. فكل دي الحاجات دي كلها من اخرها يعني اتكلمنا عليها. وطبعا يعني كل واحده من دول ممكن تلاقي يعني استاذ في كل بند منهم. لكن انا بتكلم بقى على ايه البراكتيكال ويز. يعني انا بتكلم على بالنسبه لي انا اما استعين ممكن استعين بخبرة في الاكسبرتس في التشينج مانجمنت. نعم يعني صحيح.
عشان كده انا في اول شريحه ذكرت اول استاذ دكتور اللي هو عرفني يعني ايه تشينج مانجمنت، وكان استاذ كليه التجاره، فكل حاجه لها تخصص، كل حاجه من دول لها تخصص، بس في الاخر الملخص بتاعها اهو. اي حاجه من دول انا عندي انترنال اكسبرت بجيب له الاكسترنال اكسبرت اللي هو يساعد هذا الكلام، واخد بالك ازاي؟ فالامور واضحه. وبرده يعني انا وجهه نظري بقى ك ك ك كمش ك كمارست هذا الكلام وعملت نعم. ونجح وفي حته فشل، واخد بالك ازاي؟ ان الكلام اللي بنقوله ده براكتيكال، يعني ماسك ما بين الاثنين، انما ما يمنعش ان في ناس متخصصه في كل نقطه من النقط، كل نقطه. شكرا دكتور، شكرا، تقبل طاعتكم، تقبل طاعتكم، شكرا لك. الله يخليك حبيبي. في اي حاجه تاني؟ في اي حد سؤال تاني؟ وفي سؤال في الشات بيقول ما هو التصرف الامثل لمقاومه الاداره العليا للتغيير؟ ملوش. لو الاداره العليا اللي هم الكبار قاوموا التغيير خلصت، مش هيحصل، ملاش طريقه. اصل انت دلوقتي انت في نقطه بس انا عايز نفسي افهم حاجه، يعني انت ما تجيش انا داخل مهندس جديد في شركه واخد بقى بي ام بي ودارس اي بي ام اي ودرس ريزيستنس ودرس كامل من الاخر وداخل الشركه، ما تعتقدش ان انت هتدخل الشركه دي وهتغيرها كده، لا. يعني الموضوع عايز صبر، عايز ان الناس اذا دي ده المبدا اللي احنا بنقوله، اذا التوب مانجمنت ما اقتنعش بالتغيير وما ايدوش وعمل سبورت كويس له، مش حاسس. عشان بس ايه الناس اللي هي ايه ما تتعبش قلبها ومحدش يقول لا انا خدت بي ام بي وخدت بنش 2 وخدت اي بي ام اي ودخلت وواجهت مشاكل وعملت ما دام صاحب الشركه ما دام التوب مانجمنت رفض التغيير، انت ممكن تعمل يعني اشتغلنا في حته كتير ومده كبيره، كنت دايما التوب مانجمنت هو التوب اللي هو فوق مني، يعني انا كنت يعني ايه الهيد الاسكندريه مثلا، مفهمه كده بشكل او باخر ان يعني ايه اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، بس ابعدوا عن المشروع او ابعدوا عن ايه الحته اللي عندي، يعني كلموني انا يعني او كلموني انا، بس سيبوا اللي تحت مني انا بقى ايه بعمله زي ما عاوز. عشان كده من فضل الله سبحانه وتعالى يمكن ثالث جيل دلوقتي من ولادنا اللي كانوا بيشتغلوا معانا في التمانينات هم اللي ماسكين المكان دلوقتي، وماسكينه بحب وبساطة، وقابلت منهم ناس يعني كلهم يعني بقوا يا إما مقاولين يا إما أصحاب شركات يا إما مديرين في مشروعات كبيرة، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله. ده مش علشان خلي بالك، ده عشان هم كويسين، يعني هم كويسين. فلو التوب مانجمنت مش عايز تغيير مش هيحصل. أنا يمكن كانت نقطة خاصة، لأن التوب مانجمنت اللي كان عندي ما كانش معايا، ما كانش هنا، يعني انا كنت في اسكندريه والتوب مانجمنت في القاهره. بقول لك يعني موضوع المدير العام بتاعك، انت مودي الكمبيوتر بتاعك الموقع، ده الكلام ده لسه مش حد عارف ايه كمبيوتر، يقول لك مش عايزين الكمبيوتر. وهو قبل ما يسيب الشركه كان في سيستمز كمبيوترز بقى، وكانت الدنيا مشيت بقى في حاجات، يعني كان بيتكلم بقى على يمكن اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. ف التشنج بيحصل كل يوم الاخر، يعني احنا برضو مش عايزين نوصل للتشنج اللي عندنا ان ده من القمم، ان الدنيا اختلفت وتغيرت، ويعني حتى احنا كنا بنقول كوكب اليابان، نبص النهارده كورونا عامل الميزه الوحيده للكورونا ان فضحت الصين وبقى مش كوكب الصين بقى، يعني مستوى يعني اللي هو زي ما قال عليه أليس منصور، لا الدكتور مصطفى محمود، ان بقى الفرق ما بين الصين مثلا واي حته ثانيه زي الفرق بين يلا مش مشكله. يعني في دول بتوصل للتغيير وبتعمله وتحقق حاجات كتيره جدا، واللي بيرفض بقى يعني على نفسها كانت براقش يعني. طيب في اي سؤال ثاني؟
او في اي حاجه استفسار تاني، انا يعني ما يعني مش بنفرض حاجه على حد، او يعني تحت امركم يعني. تمام، هل في اي حد يا جماعه عنده اي استفسار او اي سؤال؟ تمام. كده طيب تمام يا باشمهندس، كده الأسئلة بشكركم، انتهت، انا كده مفيش أسئلة بشكركم يعني. الحمد يعني، لله. انا صراحه انتوا بصراحه اللي بتفتحوا نفس الواحد، لان انا كنت حاطط دماغي ساعه ساعه ونص ماكسيموم، انا مش عارف احنا قعدنا قد ايه، بس يعني بتمنى ان يكون بس يعني ان يعني الرساله وصلت، وان احنا بنتكلم كلام يعني عادي جدا ويصل لأي حد عاوز يعني. تحت أمركم، وأنا شاكر جدا جدا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.